C'est bon? بسم الله الرحمن الرحيم. ضيف المؤسسة فقيه تطواني الأستاذ عبد اللطيف وهبي وزير العدل. الصديق منير أبو المعالي رئيس تحرير موقع اليوم 24. والصديقة مريم بوتراوت صحفية بالإذاعة الوطنية. السادة البرلمانيون والسادة الحضور، مرحبا بكنا وبكم جميعا في هذا اللقاء. تستضيف مؤسسة الفقيه التطواني اليوم السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل. لقد سبق له أن حل ضيفا على المؤسسة في مناسبات مختلفة، وكنت في بعض مناسبات تقديم اللقاءات الخاصة به أصفه بالرجل المثير للجدل. في الوقت الذي كان فيه نائبا في المعارضة ثم أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة، وهي الصفة التي أجدني اليوم وهو يتحمل حقيبة وزارة العدل وفيا للاحتفاظ بها، لأن الرجل لم يتغير بتغير المواقع، وهو في الماضي كما في الحاضر وهبي الذي نعرفه صادق مع نفسه، يخوض بين الفينة والأخرى معارك كلامية وسجالية، يكون فيها تارة هو المبادر وتارة هو المتلقي، ولكنه لا يتردد في الإجابة عن مختلف التساؤلات. ولعل من بين إيجابيات هذه المعارك والسجالات أنها تمنح لنا جميعاً الفرصة وتقربنا من الاطلاع على ملفاتها وجزئياتها من مختلف الأطراف، وتساعدنا على بناء رؤية مكتملة الجوانب. الأستاذ عبد اللطيف وهبي، لقاؤنا اليوم وحديثنا معكم نريده أن يكون على قدر كبير من الصراحة والواقعية، لأن الملفات التي أفرزها النقاش العمومي مؤخراً تسائل ضمائرنا بإلحاح، ومن بين هذه الملفات موضوع مسودة المشروع المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة وإدراج مقتضيات ضريبية للمهنة في مشروع القانون المالي للسنة المقبلة. تناسلت العديد من المواقف، واكبتها احتجاجات مفادها انتقاد المنهجية التي اعتمدتموها وما رفقها من إقصاء المؤسسات المهنية من المشاورات. يسائلنا هذا اللقاء كما يسائلكم عن الأفق المنتظر لمعالجة المطالب المطروحة
وإيجاد الحلول المناسبة لها. مدونة الأسرة، 18 سنة مضت على إقرار مدونة الأسرة بإشراف ملكي سامي، اعتبرت في حينها ثورة في تأصيل الأحكام، وعكست روح التوافق السياسي الذي عكس بدوره التوافق المجتمعي. والآن وعقب الخطاب الملكي الأخير حول حلول فترة إعادة النظر في هذه المدونة كوزارة، مع ما هي الاستعدادات الجارية اليوم، ومن منطلق مرجعياتكم الحزبية الحداثية، كيف تقرؤون أو تستشرفون انخراطكم في عملية الإصلاح في ظل حكومة بمرجعيات مختلفة؟ ضيف المؤسسة، السيدات والسادة، لقد شكل موضوع سحب مشروع القانون الجنائي حدثا بامتياز في بداية هذه الولاية، واختلفت التفسيرات والتأويلات الداعية لهذا الانسحاب أو هذا السحب، ودخل هذا المشروع قاعة الانتظار في أفق إعداد مشروع جديد متكامل. عرف هذا الورش التشريعي 31 محطة، كان في كل محطة يستقبل العديد وفق المستجدات التي تعرفها المادة الجنائية أو في إطار تقاطعات مع نصوص أخرى. مواضيع لا تزال تشغل الرأي العام كموضوع عقوبة الإعدام والتحرش الجنسي وتجريم الإجهاض والعلاقات الرضائية والإطراء الغير المشروع. هل يحمل المشروع المرتقب الذي يعتبر الأداة المعيارية الأساسية في الضبط الاجتماعي إجابات واضحة حول معضلات الساعة؟ وبالمقابل كذلك لا زال الانتظار سيد الموقف بخصوص المسطرة الجنائية والمسطرة المدنية اللتان عرفتا كذلك مجموعة من المحطات في التتميم والتغيير، أسئلة محورية وانشغالة كبرى تستفسر عن استمرار البطء في تنفيذ الأحكام وتعزيز العدالة التصالحية وتحقيق الملائمة بين المسطرة الجنائية والتغيير الحاصل بعد الاستقلال النيابة العامة وقانون العقوبات البديلة والجلسات الافتراضية، أسئلة كثيرة هي الأخرى تسائلكم خلال هذا اللقاء. الأستاذ وهبي، صرحتم أنكم تشتغلون على هذا الورش التشريعي وفق منهجية حداثية، فهل تشكل بعض الإصلاحات اصطداماً مع مرجعيات المحافظة؟ وهل تأملون بناء توافقات قائمة على تنازلات تحقق الإجماع في النهاية؟ سيد عبد اللطيف وهبي، السيدات والسادة الحضور الكرام، حزب الأصالة والمعاصرة حزب مشارك لأول مرة في الحكومة، وصادف أن تكون المشاركة الأولى مع حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال في حكومة يرأسها السيد عزيز أخنوش. لقد أكدتم خلال المؤتمر الجهوي الثالث للحزب لجهة سوس ماسة على مجموعة من الإيجابيات التي سجلتها حصيلة سنة من عمر هذه الحكومة، كما أحطتم رئيس الحكومة بعناية وألفاظ منتقات دفاعا عن شخصه ومنهجية عمله. تسائلنا مشاركة حزب الأصالة والمعاصرة في حكومة السيد عزيز أخنوش، وعن طبيعة هذه المشاركة ونوعية العمل المشترك وبدا انسجاب مكوناتها، وهل من أفق جديد لمكونات الأغلبية في تنظيم لقاءات مشتركة مع وسائل الإعلام والمجتمع المدني وأيام تواصلية لتقديم أجوبة للرأي العام حول الانشغالات المتنامية لطبقات عموم الشعب المغربي؟ أسئلة أخرى حول علاقة الإبداع بالحياء العام والحريات الفردية ووضعية البيت الداخلي للحزب، كلها أسئلة ضاغطة نتمنى من هذا اللقاء تسليط الضوء عليها. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيد تطواني، وتأكد بأنه الاحترام والتقدير الكبير للمؤسسة يجعلني من الصعب أن أرفض طلب اللقاء بكم. وهذا اللقاء يأتي اليوم، وتمسكت أن يكون بصفتي وزيرا للعدل، لأن هناك نقاشات مجتمعية طبيعية في تعرفها الساحة حول قضايا متعددة،
كل ما قلتموه صحيح. مشكلة وزير العدل هو أنه عليه أن يعيد النظر في عدة قوانين تهم الإنسان في حياته مباشرة بعد دستور 2011، وليس له خيار، إما أن يكون وزيرا جبانا ويتوارى إلى الوراء، وإما أن يكون وزيرا متحملا لمسؤوليته ويتحملها كلها. والوزير قناعات، الوزير قناعات سياسية، الوزير ليس صنما أو آلة تسجيل أو جسم بلا رأس. الوزير تفكير وتصور وقناعات، ويمارسها من خلال التشريع. ونعتقد أن وزير العدل عليه أن يمارس التشريع من خلال إيجاد القوانين لعدة أسباب: أولا قدرته السياسية على فهم الوضع الاجتماعي، ثانيا محيطه القضائي والقانوني الذي يساعده كثيرا في خلق هذه النصوص وهذه القوانين دون مشاكل أو دون حتى عثرات. وحينما يضع الوزير هذه القوانين عليه أن يتحمل، وزير العدل عليه أن يتحمل مسؤوليته كاملا تجاه هذه القوانين. ولذلك أريد أن أقول أمامكم أن القوانين التي تثير الآن كثير من النقاش أنا أتحمل فيها المسؤولية كاملة، لا من قانون الضرائب ولا من قانون اللي. أنا لست نعامة يخفي رأسه في الرمال. في قانون الضرائب أنا الذي اقترحت وأقنعت وزارة المالية، وما زلت مقتنعا بذلك وأتحمل المسؤولية كاملة. قانون المهنة أنا الذي وضعته، والحكومة بعد لم تطلع عليه وستطلع عليه وسنناقشه. أين هو الخلاف؟ الخلاف بسيط. ما هي طريقة العمل؟ هو الخلاف. هل علي أن أنتظر حتى يقوم الآخرين بالتشريع مكاني ثم أعطي رأيي، أم علي أن أبادر؟ أنا أعتقد بأن الوزير عليه أن يبادر لأنه مسؤول، ومن موقع المسؤولية عليه أن يجد تصورا ويطرحه. قانون المهنة هناك أكثر من 30 محاضرة أعتقد أو 30 محاضرة وضعه السادة المحامون مع الوزراء السابقين، 4 وزراء أو 3 وزراء، واتفقوا على أشياء طلعنا عليها. أنا أريد أن أنص على أشياء أكثر منها، وأحدد كذلك المسؤوليات، وأحافظ على حقوق الناس تجاه المحامين كما أريد أن أحمي المحامي. وضعنا تصورا، وضعنا مسودة، سميناها مسودة وليس مشروعا، وكنا نعتقد بأنه مثل ما وقع مع العدول، مثل ما وقع الآن مع القضائيين مفوض القضائيين، سنجلس ونلتقي ونناقش فصل فصل، وإذا كان عندهم مشروع يقدمونه وسنناقش فصلا بفصل، وسنناقش مشروع فصلا بفصل، ثم نتفق على أحد الفصول أو شكل من أشكال الفصل، ثم ننتقل للفصل الثاني، وما لم نجد فيه وما وجدنا فيه اختلافا كبيرا نتركه، وبعد نشوف طريقة من طرق التحكيم حول هذا الموضوع. هذا كان رأيي في الأول، ولكنني كوزير حينما مثل ما وقع قانون مسطرة المدنية وقع مسطرة الجنائية نضع القوانين، ثم نأتي نتصل ببعض الشخصيات المعروفة بمستوى عالي قانوني وثقافي ونطلب رأيها قبل ما نديوه للجهات اللي خصنا نناقشوا معها. لهذا 6 ولا 7 ديال النقباء السابقين ورؤساء جمعية وزارة طلبت رأيهم في انتظار نضجوا هذيك المسودة ونعطوها للمحامين ونبداو النقاش. كانت المؤاخذة علاش درتيها؟ المؤاخذة علاش تسربت؟ المؤاخذة علاش عطيتها لهذوك المحامين؟ والمؤاخذة علاش أنا وزير نيت؟ ودخلنا في نقاش لا ستسحب هذيك المواد، ايوا نسحبوا المسودة ونسحبوا القانون ديال الضرائب، نسحبوا الوزير، نسحبوا المؤسسات، نسحبوا الدولة، نسحبوا، اسمحوا لي. لذلك
نحن نشتغل الآن قانون المسطرة المدنية في لمساته الأخيرة انتهى. السيد مدير الشؤون المدنية كان في نقاش مع مسؤولي الأمن العام للحكومة، بقى فصل ولا جوج اللي فيه خلاف، غادي نطلبوا رئيس الحكومة ونحاولوا أو أنا والسيد الأمين العام هنشوفوا له شي صيغة. قالوا المسطرة الجنائية مع السيد مدير الشؤون الجنائية والعفو أنهى هذا المسطرة وذكرنا فيها ودرنا فيها جلسات أكثر من 20 جلسة وانتهينا منه، والآن غادي يمشي الأمانة العامة للحكومة باش نناقشوه. قانون العدول قد فيه بعض الفصول نساليوه مع الأمانة العامة للحكومة وغيمشي للحكومة، غادي يمشي. احنا مقبلين بأن الدورة المقبلة في البرلمان غادي تكون دورة تشريعية بامتياز فيما يخص هذه القوانين. درنا قوانين ديال العقوبات البديلة، درنا قوانين ديال المراقبة الإلكترونية أو ما يسمى بالسوار الإلكتروني، وتفاوضنا مع الشركات ودرنا قانون، ونناقش الآن جوج القضايا كبرى أمامنا. مسودة المحامين حنا كنناقشوها، وعطينا السلطة القضائية، وعطينا المؤسسات المتعددة باش عطنا رأيها فيها. هيا في المحامين عطونا رأيهم فيها مرحبا، ما عطونا رأيهم فيهم، حنا غادي تاخذ توجه التشريعي ديالها العادي. جوج الأمور اللي بقات لينا فيها نقاش، مدونة الأسرة، قانون الجنائي. قانون الجنائي كان تقرر باش شهر 4 نخرجوه، ما نخرجوش شهر 4، نخرجوه شهر 1. هذا المديرين ديال وزارة العدل صوم يعرفوا بأن تاني غندوزو السبت، كي درنا في المسطرة الجنائية ندوزو السبت والحد والليل والنهار حتى نرفضوه، وغنرفضوه. درنا المسودة الأولى وناقشناها، بقى فقط نزيدوا واحد مجموعة تاع الفصول تهموا هاد الشيء ديال وسائل التواصل الاجتماعي كيفاش نحميو حياة الناس الحميمية. فيها واحد مجموعة ديال المؤسسات اللي كتشتغل خارج القانون، سنردوا ليها القانون، هذيك الصحافة الوهمية واللي المجلس الوطني ما عطاهاش الرخصة ديال الصحافة، إلى غير ذلك من النصوص اللي خصها تدخل، وكذلك مجموعة تاع النصوص التي يجب تغييرها اللي كتهم الحرية الفردية، اللي كتهم أشياء أخرى. حنا الآن كنشتغلوا عليها، وغادي ندير المستحيل باش في شهر 1 تكون وصلت الأمانة العامة للحكومة، في شهر 4 في شهر 5 تكون عند، يعني غننشرها في شهر 4 باش في شهر 1 باش يطلعوا عليها المغاربة اللي عنده رأي، ويكون عليها نقاش. أنا متهم أنني متحرر جدا، غادي يجي واحد اللي ماشي متحرر جدا والله محافظ جدا يقول لك ما عجبتوش، ويمكن يعطيني. ولكن التغيير خصو الجرأة، خصو الشجاعة، خصك ديرو. ما ينزع بالسلطان لا ينزع بالقرآن، كاينش النصائح ولا بالقانون. جينا لمدونة الأسرة كنناقشوها الآن، مازال ما عرفناش شنو هو المنهج اللي غنتعاملوا بها، ولكن خدامين كنشوفهم بالنصوص، كنشوفوا الاجتهادات القضائية، كنشوفوا أشياء كثيرة. من ضمن القضايا المطروحة قضية التعويضات ديال المرأة في الطلاق، قضية الزواج القاصر اللي هو مشكل كبير عندنا في المغرب واللي كيستفزني أنا لدرجة أني كنفكر في التجريم ديالو، كان في عقوبة جنائية إذا تزوجت شي حدا قاصر في حق من زوجها وهي قاصر، إلى غير ذلك من نصوص أخرى باش نرفعوا مستوى المرأة، نحميو البنات ديالنا يمشيو للمدارس، إلى غير ذلك من الأمور اللي. وهذه القضية ديال مدونة الأسرة كتطلب منا جهد، عندنا مؤتمر دولي كبير حول الزواج القاصر، وعندنا مؤتمرات أخرى غادي نديروها مع الكليات والجامعات حول مدونة الأسرة باش نغيروا واحد المجموعة الأشياء. وفي نفس الوقت اشتغلنا على ما هو رقمي، ودرنا المساطير المدنية غادي تكون رقمية ما تكونش حضورية، وكملنا البلاتفورم ديال المتزوجين ديال وضعيه الحياه الخاصه ديال الوضعيه ديال المغاربه، شكون مزوج مع شكون، وكان ضبط باش نضبطوا هذه العمليه هذه، لان كيجي كيطلب لك الاذن الزواج وكير القيد كيعطيها لا سمح لي هذا الشخص يتضبط لا كارت ناسيونال والرقم. ودرنا السوابق العاديه بواسطه الهاتف، ودرنا الجنسيه حنا خدامين فيها باش نديروها بواسطه الهاتف، ودرنا المساطر كلها تكون عن طريق الوسائل الرقميه.
وكنشتغلوا على هذا الموضوع غارقين فلاقا غارقين في وزارة العدل كاين بزاف ما يدار. ثم كاين واحد الجزء اخر كلف به واحد جوج الناس واحد سميتو شرفي وواحد سميتو القباب هادو جوج متفقين غير على البني تيبنيو لنا المحاكم بغينا نبنيو واحد 6 ولا 7 المحاكم حول الاسره باش نديرو في كل بلاصه واحد القسم ديال الاسره مستقل كتوفر فيه الشروط ديال حمايه المراه باش نحيدو من هذيك المحاكمات ديال المنصه وجالسين بغينا نديرو قاعده اجتماعات لان هذه قضايا الاسره ماشي قضيه ديال الاموال ولا شي من هذا القبيل. خاص تجلس المراه والرجل قدامها والقضيه بيناتهم وتحاول توصل الى اخره. ودرنا المساعدين الاجتماعيين بالمناسبه بغيت نوضح واحد القضيه. درت واحد القرار قلت للمساعدات الاجتماعيات اي مراه غادي تزوج تجلس مع المساعده الاجتماعيه تقول لها هي حقوقك ها واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته ها الواجبات ديالك واحد جوج ثلاثه. المساعد ولا المساعده الاجتماعيه جلس مع الراجل قال له هو ما حقوقك واحد جوج ثلاثه واجباتك. وما قال لي غادي ندير لهم التكوين الجنسي ما غاديش كتبوا عليا وانا فقط تنقول واحد المراه غادي تدخل تحت تقول لي مسؤوله على اسره ستعرف شنو هي حقوقها. انا نعطيكم واحد الحق دائما المراه كتاكلها فيه ما كتاخذهاش كاين في القانون الملكيه المشتركه ديال الازواج تتزوج ما عنده والو من بعد تدير شي ابارطومون ولا عمار ولا طياره داك شغلو نهار كيطلقها كتجي كتقول له عطوني النص راه درت معنا هادشي تيقولوا لي راه ما درتيش في العقد النهار الاول النهار الاول ديري في العقد تنقول لهم راه ما قالها ليها حد راه لا علم لها لهذا المراه اصلا عرف حقوقها قبل ما دير العقد الزواج بان لها تزوج ديك الوقت تزوج ما بان لهاش ترجع للور ولكن على الاقل نعلموها ها حقوقك نقول لها راه في العقد خصك ديري واش انت من بعد الاملاك المشتركه واش غتكون مشتركه ولا كل واحد غادي يكون عنده املاكه وكي غتدخل ليه انت في املاكه هو راه غيدخل لك في املاكك هذه اشياء بسيطه عندنا مساعدات اجتماعيات نديروها وهنا وجريكريتي هذا 100 مساعده اجتماعيه ودرنا لهم التكوين وليهم باش يلعبوا الدور وفرضنا باش يكونوا من جهات متعدده باش يتكلموا حتى اللغه الامازيغيه وتكلموا اللغه الحسابيه وتكلموا تاش لحيتي الى اخره. دابا التصور اللي كاين هي ان وزاره العدل ما بقاش عندها دور خرجت النيابه العامه خرجت السلطه القضائيه ما بقاش عندها دور لا عندها دور لها دور ولها اسنان لوزاره العدل دور واسنان وغتلعب الدور ديالها وليست سهله. لهذا اللي بغيت يتعامل معها يعرف انه كيتعامل مع مؤسسه الدوله ومؤسسات الحكومه وعندها دور على المستوى الدولي. وزير العدل المغربي هو رئيس مجلس وزراء العدل العرب في العالم العربي كله هو اللي كترأس المؤتمرات ديال مجلس وزراء العدل العرب بعد الانتخابات اللي كانت في افران وبالاجماع وزراء العدل وزارة العدل العرب عندها العضوية بالتصويت داخل المكتب التنفيذي صدقنا على مجموعة الاتفاقيات وغادي كنصدقوا على الاتفاقيات وعندنا نقاش حاد في الوزارة على اتفاقيات اسطنبول لأن فيها أشياء شوية فيها جري أكثر من القياس. هذا هو الدور ديالي في علاقتي مع السلطة القضائية والنيابة العامة علاقة جيدة مبنية على أساس واحد أنا كنحترم لك اختصاصك احترم لي اختصاصاتي هما ما كيدخلوا لي في اختصاصاتي أنا ما كندخل في اختصاصاتي ما نهضر مع القاضي ما نهضر مع وكيل عام ما نهضر مع وكيل هذاك شغلهم هما معاه وهنا كنشتغل فيها. دوري أن أوفر للقضاء المغربي كل الإمكانيات من أجل أن توفر شروط المحاكمة العادلة للمواطن المغربي ودوري أن أهتم بالموظفين ديالي أعطيناهم دعم مالي أعطيناهم إمكانيات في واحد المرحلة من المراحل كيفاش جبدوا هذاك الشيء وأخيرا صوبنا حتى لي كخاش في المحاكم بطلب مني شخصيا تقول موظفة ولا موظف عنده ولدو يجي يحطو في لاكخاش حدا المحكمة ما تكونش في المحكمة تكون خارجة منه شوية باش ما يشوفش هذاك الشيء المحكمة الدري صغير وطلبنا باش يكونوا كاميرات في الداخل باش تلقى في المكتب ديالو يشوفوا في التليفون ديالو باش الموظفات تشتغل وهي مطمئنه ما عندها حتى مشكل. وفعلا درناها الان في الرباط غادي ندشنوها
في وزارة العدل غنشنوها في مفاس في مكناس في أكادير وقلميم. حنا قدامين كنديرو وغادي نديرو شي تمن رمزي باش هذاك، واتفقنا مع شركة هي اللي تشرف على هذه العملية. وشينا الآن لمرحلة أخرى، قلنا ودي ذاك النهار نفترضوا شي واحد جا مرا كبيرة ولا رجل دخل المحكمة طاح سخف، ما عندنا اللي يفكوا. كل بعدا كلهم أدبيين في وزارة العدل، حتى واحد ما عمرو دار الطب. قلنا ودي خصنا ندير واحد المكتب الصحة تكون فيه واحد أون انفيرميير. السيد وزير الصحة الله يجزيه بخير قال لك ديروا مكتب الصحة نعطيكم فرملية على الأقل، تقدم له الإسعافات الأولية إلى حين حضور سيارة الإسعاف، علما أنني كنقول محكمة استئناف ولا مركب بحال اللي عندنا في الرباط تكون سيارة الإسعاف باستمرار من شري وان وتبقى تما هذا رأيي. تيقول عندي واحد مدير الميزانية تيقول لك ما كاين فلوس، حنا كنتذكروا معاه إلى هدى الله نشريو هذيك السيارة ونديروها تما، لأنه ماشي الموظف إلا سخف، إلا تسخف ليا المواطن غير كيدخل المحكمة راه مسؤوليتي. وأخيرا مات واحد خرج من المحكمة، مات واحد السؤال لو كنا درنا الإسعافات بسرعة واش يحيا ولا لا، هذه أسئلة كطرح نفسها. وباش ندخل في التفاصيل باش نخلي الصحفيين خذوا حريتكم زعما ما عندي إشكال، اللي كاين غادي نقولها. شكرا. شكرا. غادي ننتقلوا الآن إذا سمحتي السيد الضيف الكريم إلى المرحلة التفاعلية، وأعتقد على أن الموضوع ديال المهنة ديال المحاماة ومسودات المشروع والمقتضيات الضريبية ربما تحتاب الآن في إطار هذا الاحتقان الموجود في الساحة الوطنية. نعطي الكلمة للسي أبو العالم. مساء الخير سيد الوزير، شكرا جزيلا لمؤسسة الفكرة التطوانية على الاستضافة. هو تاريخ وزراء العدل والمحامين في المغرب تاريخ غريب، تاريخ ديال واحد الطريق مليء أو مزروع بالألغام، ودائما كان بالنسبة لوزراء العدل السابقين على الأقل ثلاثة الذين سبقوك كانت لديهم تقاليد أو قاعدة في التفكير تتمثل في أن العراك أو هذه المعركة مع المحامين هي مواجهة ربما من الأفضل تفاديها أو جعلها المواجهة الأخيرة خلال فترة توليهم المناصب. بشكل ما ينجح المحامين لهم على كل حال حوالي 15,000 فرد في فرض رأيهم على مؤسسة وزارة العدل باستمرار. كنا شفنا هذا الشيء مع وزير العدل الأسبق السيد مصطفى الرميد في ميثاق إصلاح العدالة، وكيف أن المحامين رفضوه بشكل كلي وقاطعوا كذلك المشاورات. رغم ذلك الوزير استمر في إعداد ذلك الميثاق وحظي فيما بعد موافقة ملكية، لكن باقي المشاريع خصوصا مشروع قانون المهنة كان دائما لغما يحاول الوزراء أو وزراء العدل تفادي إقحام أنفسهم في المعركة الخاصة به. مثلا شفنا من زمن أجار كان دائما هناك تصريحات كتقول بأنه يسير ولا يمضي قدما إلى إقرار هذا المشروع القانون قبل نهاية ولايته. انتهت ولايته ولم يتم إقرار هذا المشروع. جاء بعده الوزير سي محمد بن عبد القادر صرح أيضا بقرب انتهاء من هذا المشروع وإحالته على البرلمان، انتهت ولايته ولم يتم إقرار هذا المشروع. الفرق بين ولايتهم وولايتك أن ذلك النقاش حول مشروع المهنة لم يثير صداع الرأس، هذا كانت الأمور تمر بطريقة سلمية بدون ضجيج كبير، لكن هذه المرة مجرد قدومك أصبح للمحامين على ما يبدو واحد العقيدة خاصة بقول الله. بدأت في مسألة فرض جواز التلقيح لولوج المحاكم اللي البعض كيقول بأن وزير العدل خسرها وكسبوها المحامين، ومنذ ذلك الحين انطلقت سلسلة من قول لا في مواجهة جميع المسودات المشاريع القوانين التي ارتأيت التسريع بها. شفنا هذا الشيء في الضرائب، شفنا قبل في مشروع قانون المهنة طبعا اللي هو أصبح مسألة مفروغ منها، وشفنا كذلك في امتحان الولوج إلى المهنة، وشفنا كذلك حتى عند المحامين فيما يتعلق بهذاك التوقيع الاتفاقية ديال مكافحة غسل الأموال. المحامين على ما يظهر بأنهم الفئة اللي بقت
اللي بقات انها الاخيره اللي مازال ما وقعتش على الاتفاق، انها اذن عند ضمنيا واحد القول مجددا لهذا المشروع. الامر كيتطلب شجاعه كبيره كما قلتي في التقديم، ولكن واش كتعتقد انت كوزير عدل انك قادر على كسب هذه المعركه اللي تبدو بان للمحامين تاريخ طويل في ربحها؟ شكرا. شكرا. لا وكسب المعركه غادي نكسبها، ما فيهاش حل، ما فيهاش شجاعه، ما فيهاش جو. بغيت نقول لك انه هادشي اللي كيديروا المحامين راه طبيعي جدا، راه محامين. ولا ما داروا المضارة المحامي شكون يدير هنا؟ طبيعي جدا. لونتي بوفوار هو المحامي. المحامي هو عنده واحد النوع ديال الاستقلاليه وعنده الجراه وعنده الالمام بالقانون وعنده كيدافع على نفسه. انا كنفهم المحامين اش كيديروا. عندهم تصور مخالف التصور ديالي، كيعتبروا بانهم خصهم عندهم الحق يدافعوا عن نفسهم، وهذا حق. وكنقولها دائما هذا حق. ونهار خرجوا المحامي في مظاهره حدا وزاره العدل، بلغت انا وزاره العدل اللي يحتاجوا الماء ولا يحتاجوا شي حاجه عطوها ليهم. من حقهم يديروا المظاهره، ومن حقهم يعبروا، ومن حقهم يقولوا رحل الوزير، ومن حقهم يديروا هذا. عطاهم الدستور بعد اللي كيعطيهم الحق ديال الحريه في التعبير، وكيعطيهم الحق في تعبيرات مختلفه، وتعطيهم. لان ما هي المحاماه؟ راه المحاماه اصلا هي من مهام الدوله، تتوفر للمواطن شروط المحاكم العادله، عطاها لواحد القطاع. دابا السؤال واش تدخل فيه الدوله ولا صافي الدوله سترجع له وتخليه يوقع فيه اللي غيوقع فيه؟ هذا هو السؤال. يعبروا المحامين عن رفضهم للقانون، عادي جدا. انا بالنسبه لي والله الا عادي جدا، والله ما كيستفزني. المحامين يجيو يناقشوا الضرائب، هذه كتمسهم في حياتهم الاقتصاديه، من حقهم يقولوا هذاك الامور. ولكن من حقي كان كوزير ندفع على التصور ديالي، وندفع على الموقع ديالي، وندفع على الاقتراحات ديالي، وندفع على وضعيه الدوله والحكومه في التوصل بمداخل ضريبيه وجعل الضريبه ملزم بها الجميع. والمحامين ما كيقولوش ما بغيناش نخلصوا الضريبه، ما عمرهم قالوها. محامين تيقولوا بغينا نخلصوا الضريبه كيما ماشي بهذا الشكل. هذا واش نظرهم؟ انا كنقول لهم خصكم تخلصوا الضريبه بهذا الشكل. هذا نقاش. هذا الخلاف اللي كاين الان. كاينه مؤسسه كتحسمو وهو البرلمان. هذا واش نقولوا؟ لهذا انا من حيث المحامين يتقلقوا وانا نتقلق، هذه مسائل انسانيه لا عندها علاقه بالمؤسسات. لذلك في طرف القضيه انا احترم المحامين واقدرهم. لكل ما داروا المظاهره كنت قلبت عند شكون فيهم اللي يدير المظاهره ويديرها. لان المحامي لما كيدافعش الا ما خرج كيدافع ويعطي صوره على الرفض ويعطي صوره على المناقشه، راه خطير على الديمقراطيه، راه خطير على المؤسسات. راه خص يكون شي واحد يقول لك لا، والا غادي نجيب انا شي قانون ما كاين لا ما زال به السلطان نفرضوا، لان كنعرف ما كاين حتى واحد قدامي العكس. دابا اش غيفرضوا عليا؟ غيفرضوا عليا نناقش معاهم مسوده، غادي يفرضوا عليا نعيد النظر في مسوده، غادي يعرضوا عليا نقلب على حلم الضرائب. هذا طبيعي جدا، وهذه الحكومه شنو بغيتي؟ لذلك تقديري واحترامي للمحامين راه ما تمس بهذا الشيء اللي داروا. راه زادني تقدير واحترام لهم. كاينه قوه ناشطه فاعله تعبر عن وجهه نظر. أنا الآن مطمئن على الديمقراطية في المغرب، لأن كاين هناك من يعبر عن رأيه. حاجة واحدة اللي كنطلب أن تتم الأمور الأخلاقية. هذا الشيء كنطلب. والاحترام المتبادل. أنا ما عمرني سألت السادة المحامين قلت لهم شي كلمة ماشي هي هذيك. هما قالوا كلام، قالوا ارحل مزيان. إذا كان القرار عندهم يرحلوني. ولكن هذا الشيء مزيان. هذا الشيء كله مزيان. والآن من بعد ما ينتهي هذا الشيء كله نتفقوا. كاينه جوج الحلول، اما غنجلسوا غنتذكروا مرحبا، غنتذكروا غادي الدستور غيكون محكم بيناتنا، غندير المسطره التشريعيه ديالي وندوز القوانين غيكونوا ملزمين بها، ما عندي ما ندير. ف يعبروا على رايهم ويحتجوا مزيان، ولكن ويجي يقول لك نتفاوض معاك ويجلس معايا مزيان، ويقول لي بان الماده 13 ماشي هكا خاصها تكون هكا ونديروا لها هكا ونخرجوها ونديروا لها التخريجات ديالها ونصوبوها ونقدوها، اللي بمقتضى الدوله كتاخذ حقوقها في الضرائب والمحامي ما كتكونش عليه عيب مزيان. ولكن ما كنتش نقبل المحامي يقف قدامي يقول لي اسحبها. احنا ما كنديروش الاشياء باش نسحبوها. احنا ما كنعقدوش مجلس الحكومه ومجلس الوزراء والمفاوضات ديال من شهر سبعه وحنا كنتفاوضوا. وقلت لكم في الاول انا مسؤول على هذاك اقتراح الضريب، انا اللي اقترحته على وزاره الماليه، انا المسؤول الوحيد عليه. وقدمته للحكومه والحكومة تبناته وداس مجلس الحكومة وداس مجلس الوزراء. اجي نناقشوا، اجي نناقشوا، لأن القانون، لأن الدستور
عطى واحد المؤسسه سميتها الحكومه الحق باش توجد واحد القانون المالي اختلاف عليه. هذا موضوع مجتمعي نجلسوا نقترفوا عليه. ما تجيش تجلس قدامي تقول لي اسحبوا. لا ما نسحبوا. ناقش معايا شنو هي الامكانيات ديال وجد السبل المثلى لتنفيذ هذا الفصل بالشكل اللي كنلقاو باش ما نضغطوش على الساده المحامين. صافي هادشي كنطلبوا. اما داروا مظاهره ولا عندهم المحامين راه ما تيكرهونيش. المحامين كيختلفوا معايا. انا زميل ديالهم وهما زملاء ديالي كنختلفوا. وغدا غادي نلبس البدله وغادي نمشي ندخل في وسطهم ثاني ويجي شي وزير ويدير هذيك الساعه انا المظاهره ضده. سي لا في كيسكو فولي دو بلوس. شكرا. ولكن المشكل اللي كيتطرح سيد الوزير بخصوص تعامل الحكومه والسلطات الحكوميه مع قطاع المحامين غادي يخلق واحد المشكله بالنسبه للحكومه بنفسها. لاننا حنا اذا بغينا نطبقوا مبدا التداعي ولينا كنشوفوا دابا الامر ديال الضرائب ما بقاش كيتعلق بالمحامين فقط لان القطاعات الاخرى اللي كتشوف نفسها عاود متضرره من الضرائب المفروضه في مشروع القانون الماليه كذلك تحاول انضمام الى هذه الموجه. المخرجات اللي غادا تكون في هذا الموضوع مع المحامين غادا تحمس وتحرض القطاعات الاخرى وشفناها مع العدول شفناها مع الصيادله شفناها مع قطاعات اخرى اللي الان كاين كاع التفكير في تاسيس تنسيقيه وطنيه لمواجهه جميع المضامين ديال الضرائب. كلها في نوفمبر كاين هذا الشيء. فهاد السياق سمحتي لي السيد الوزير. لا سمحتي كلها في نوفمبر كاين هذا الشيء. كل فئه ضربناها ولا درنا ليها ولا غيرنا ليها كيجي. كيجيو وانا كنعقل في البرلمان كانوا كيتصلوا بيا النقابات كيتصلوا بيا الجمعيات وكنستمعوا ليهم شي كندوزو شي ما كندوزو. واش اش دار الديمقراطيه والبرلمان باش واحد يجي يشرع واحد يدير المظاهره ضده؟ شنو بغيتو؟ هذه الديمقراطيه ماشي مزحه. واش كنقول لك؟ انا كنت حاسم في هذا الشيء ديال المحامين قالوا المظاهره تنقول خصو يتعطى لهم الاحترام الواجب هذوك المحامون والتقدير الواجب هذوك المحامون. والمحامي ما غيخرج يدير الفوضى. المحامي غيجي ويوقف واحد المكان وجاو فعلا احتراما للمؤسسات جاو داروا مظاهره حدا وزاره العدل ووقفوا حدا وزاره العدل ما عرقلوا السير ما تعرضوا لشي مواطن ما تداو على شي مؤسسه داروا داك الشيء باحترام. وانا مفتخر بالمحامين لانهم اعتملوا داروا هذاك التظاهر بواحد الرقي انا حضاري انا تنهنيهم. اما الاختلاف الاخر بيني وبينهم هذاك طبيعي وغنمشيو فيه وغادي نمشيو فيه يتحسن لنا اتجاهاتهم. انا جزء من الحكومه هذيك الحكومه عندها وجهه نظر كنطيح لها غدا ونتذكر معها ونتذكر معايا. يمكن يعتبروني انني مشيت في خطا ويردوني يمكن نمشي ولكن انا كنحيي في المغرب انه كاين هذا الخلاف الحضاري وهذه التعبيرات الحضاريه. نعم. مساء الخير بدايه سيد الوزير. مساء الخير سي ابو بكر وشكرا لمؤسسه الفقيه تطواني على فتح هذا المجال الدائم للنقاش السياسي. مساء الخير ساده الحضور. سيد الوزير في اطار حديثكم على الاحتجاجات كانت بوساطه برلمانيه يوم امس واحد الجلسه او لقاء بينكم كوزير عدل والوزير المكلف بالميزانيه وممثلين عن هيئه المحامين بالاضافه لرؤساء فرق برلمانيه من الاغلبيه والمعارضه. الا ممكن سيد الوزير توضعونا في صوره مخرجات هذا اللقاء هذا خصوصا انه يبدو ان مخرجاته لم تقنع المحامين اللي مستمرين اليوم في الاحتجاجات ديالهم. اليوم كانت وقفه وكاين توقف ديال المحامين ديال هيئه الدار البيضاء عن العمل. هذا بالاضافه الى الانتقادات المتواليه لكم سيد رئيس السيد الوزير على انكم ما فتحتيوش النقاش معهم قبل وضع المسوده مع العلم ان قلتي دابا انكم وجهتوا المسوده لبعض النقباء الحاليين او السابقين. لكن هذا كيبقى محط انتقاد كبير لكم. وفي تصريحات اذاعيه كنتوا قلتوا بانه ما بقاش حوار بما انه المحامين عبروا على الراي ديالهم من المسوده ديال مشروع قانون المهنه. انا غنقول لك لا بعدا قلت السيد الرئيس عطى درت انا رئيس بلديه الترويده انا رئيس نيت غير قولي لي الرئيس قولي الرئيس ما عندي مشكل انا رئيس ووزير وامين عام كنقلب على شي حاجه اخرى مازال ما لقيتها. لا غير باش نكونوا واضحين. اولا الاجتماع اللي كان امس شوف كاين هناك ما يسمى بالتضامن الحكومي. هذا الاجتماع قادو السيد الوزير المنتدب والسي فوزي القجاع اللي كتعرفوا عنده قدره كبيره على الاقناع ما عنديش انا وعنده قدره كبيره على التحمل ما عنديش انا. اولا لانه
كتعرف هو رئيس فيدراليه كره القدم في المغرب والمشاكل ديال الكره كبيره وتتحملها وعطات واحد القدره للتحمل. جلس مع الساده المحامين الساده النقباء قالوا الكلمه ديالهم قالوا الكلمه ديالهم دخلت انا وتقرر باش تكون هناك واحد اللجنه مشتركه نناقش هذا الموضوع. الساده النقباء تمسكوا بقضيه السحب وقال لهم ماشي نسحب ولكن نناقش معكم الشكليات. انا نقول لك انا شنو المشكل اللي عند لنا. السادة النقابة يقول لك عندنا ملفات بحال النفقة بحال الحوادث شغل بحال نزاعات شغل وبعض الملفات الأخرى دوك الملفات مساعدة قضائية والملفات ديال الملفات ديال القرب قضاء القرب إلى آخره. هادوك ما كنأديو فيهم وبعض الخطات كندير نزاعات شغل وكيمشيو الملفات. ناقشنا الموضوع بيناتنا حنايا حنا موجودين تصور ديالنا للتنفيذ ديالو. قلنا ودي بما ان عندنا صندوق الودائع خليو نزاعات الشغل يستمر ما نتخلصوش فيه لا في الضريبه ولا كما الحاجه اللي ما كنشدوش فيها المصاريف القضائيه ما نتخلصوش في الضريبه ديالها ونهار يتنفذ الحكم راه غادي يمشي صندوق الودائع غادي نستخلصوا منه الضريبه. معناه ما غاديش ننفذوا حتى يتخلصوا المبالغ الماليه ماشي ضروري يخلص. جا كيقول بانه كاين ملفات اللي كتفرع عليك كتخلص 300 درهم وتخرج لك هنا 100 درهم تقول لك ملفات مستقله ولو مرتبطه بالملف الاصلي ورغم داكشي كنا غنشوف كي غنديروا ليها العمليه غندير نبرمجها ونشوف كيفاش نديروا العمليه. هذا النقاش كان بيناتنا هما قلنا لهم غادي نفتحوا معكم حوار. جا قدم التصور ديالو قال شوف قالوا راه ما كاينش دابا كاين جوج الحلول الضريبه من المنبع هذه فلسفه دخلت لها الحكومه في جميع المهن وفي جميع دابا غادي نمشيو لان خلق عندنا مشاكل كبيره في الحصول على الضرائب اذا نبداوها من المنبع وبناء عليها خص تكون من المنبع ونتحاسبوا من بعد. اجي يدير لنا تصريح يقول لي يا سيدي انا خلصت 300 درهم في هذه الملفات كامله جمعت لي عندكم واحد 40 ولا 50 ولا 100 الف درهم هاد الضرائب هاد هالمصاريف اللي عندي عندي موظف جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة كنخلصو بقدا وقدا عندي تنصرف على المكتب كذا غادي نخصم هاد المبلغ اللي عطيتو كان المبلغ زايد تردو الضريبة ولا تحتفظ به السنة المقبلة حسب الاتفاق كان خاص شي حاجة غادي يزيدها. مسألة بسيطة جدا قال لك لا حتى حنا كان عندنا مشكل في هذا الموضوع بقينا كنفكروا واحد أسبوعين كيفاش يمكن لنا نحددوا القيمة ديال الملف وندير 300 ولا 400 درهم. رجعنا تحديد الأتعاب الصادرة على الرؤساء الأولين جمعناهم وشفناهم لقينا ما يمكنش خصنا نديروا 11000 درهم للمحامي. قلنا غادي نديروا واحد القيمة لكل ملف ونقولوا الملف فيه الأتعاب 3000 درهم ولا 4000 درهم في الجنحي 4000 درهم ولا 3000 درهم ولا 2000 درهم في المدني 500 درهم ونديروا واحد التقييم. قلنا اليوم راه الا دخلتوا لهذا الباب غدا الا تمشي تحديد الاتعاب وتطعن فيه راه غادي تولي المحكمه كتعتمد على هذا التقسيم اللي درنا باش تحدد الاتعاب ونظلموا المحامين ما ديروهاش وحيدناها. في الاخر قلنا نديروا هذا المبلغ 300 درهم 400 درهم ويجي يدير التصريح ديالو من بعد. قال لك لا علاش اعتبرت التسبيقات واش انا كرهت نديرها هي المبالغ دستوريا وقانونيا ما عندي الحق الا ندير هذيك التسبيق. علاش؟ لان القانون التنظيمي للماليه والقانون التنظيمي للضرائب كيحدد القانون الضرائب كيحدد ان المسار الضريبي في المغرب يستند على التصريح كتصرح انت وكتجي كتفق معك لا هذا الشيء كله تسبيق العالم كله فيه تسبيقات. علاش كاين التسبيقات؟ باش كنخفوا الضغط على اللي خصو يدي الضريبه من الاخر العام كيجي. نرجعوا للموضوع الثاني اللي قلتي لي وهو هذا الاجتماع ديال البارح. الموضوع الثاني قالت لي في الموضوع الثاني انت كنت حداها كنت سولتكم السيد الوزير على ان المحامين كيقولوا بانكم ما تشاورتوش معاهم قبل او ما فتحتوش النقاش ما تشاورناش معاهم قبل. اولا عندي قلت لك 20 30 محضر اللي تدار مع الوزراء السابقين خرجتهم كاملين. انا كنمثل الديمومه الدوله وزير العدل هو وزير العدل كان فيه الرميد ولا كان فيه ما حتى يمشي الرميد وكيجيوه به راه الاستمراريه ديال المؤسسه هذه راه مؤسسه
راه ماشي كنخليو دوله ونجيبو دوله اخرى، راه كتبدل الوزير كتبقى الدوله كتستمر في العمل ديالها. واش نسدو المحاكم ديال المغرب كامل ونمشيو نبنيو محاكم اخرى؟ لان هذيك داك الوزير ماشي الوزير هذا. لا كاين اسكو نابيل لا كونتينيتي ديال الاطا استمراريه الدوله. قرينا دوك المحاضر كانوا عند السيد مدير الشؤون المدنيه، جبناهم من عنده قريناهم طلعنا عليهم درنا واحد التصور ديالنا سميناه مسوده ماشي مشروع. واش ما يمكنش نكتب انا شي حاجه نبدا انا شي حاجه؟ قلنا لهم واش تذكروا عليه عندكم نتوما شي مشروع جيبوه ونجلسوا فصل بفصل عطونا ديالكم نعطيكم ديالنا نتذكروا ما اتفقتوا نحيدوا اتفقنا نحيدوا نبقاو كنتناقشوا نمشيو فيها وانا داك لا انا موجود خصهم يجلسوا معايا. هما اش داروا؟ انا غير من حيت خرج المسوده اولا ما صرفتهاش عطيتها للاصدقاء ديالي ومن حقي قالك علاش عطيتيها لهذوك النقابه؟ من حقي نمشي نطلب راي الناس اصدقاء ديالي قرب ليا عطوني رايي ومن حقي مطلق. خرجوها صربها اللي صربها انا كنعرفوا. قلنا لهم مزيان صيفط النقابه هذيك الساعه قلت لهم ها هي المسوده اللي بغيتوا تطلعوا عليها وكنا كنتظر جلسوا معايا ونبداو نجيبوا جميع نجيبوا المسوده ونجيبوا جميع الاقتراحات اللي كاينه ونجلسوا نتذكروا واحده بوحده مع تقدير المحامين. ولكن لا سحبها وانت مشيتي شراتي. شكون قال لك انا شرات قبل؟ انا مازال الموضوع عطاه في المسار التشريعي. امتى غادي نعتبرها شرات؟ من حيث نصيفطها للامانه العامه للحكومه هذا هو بدايه المسار التشريعي. انا ما صيفطهاش، انا مسوده درتها وهبي فشل فيها وهبي خطا فيها من حقه يفشل من حقه يخطا. اجا سيدي جلس معايا ونشوف معاك فصل الفصل ونناقش معاك فصل الفصل. تقو درتي بيان لا ما قابلنيش هذا الشيء. انت بغيتي دير ومازال ما درنا. يلا درنا مسوده بشويه عليك اجي جلس. ما داروا داروا بيان قالوا حنا كنقاطعوا وزاره العدل. واحد كيقاطع كاش غتقول له؟ ورغم ذلك انا كنقولها من هذا المنبر قطعوني المره الاولى وداروا بيان المره الثانيه قطعوني فيه وداروا انه ما عندي مشكل. انا هذيك المقاطعه زيت عيني. ايوا اجي نتذكروا اجي نتذكروا على مهنه المحاماه من عهد الناصري الله يرحمه الذي ابكاه هذا الموضوع. ابكاه وانت في البرلمان كتعرف هذه القصه. ابكاه ومن بعد الرميد وبقى كيتمدد هذا الموضوع 30 سنه. غيرنا السلطه القضائيه وتغير القانون المنظم للعمل القضائي وغيرنا النظام الاساسي للقضاة وغيرنا القوانين كلها اللي مرتبطه نغيروا مسطر المدني مسطر الجنائيه والملف ديال المحامين بقى كيتردد. سيدي انا مستعد للحوار ما غنمنعكش تجيب شي حاجه جيب اللي بغيتي جيب المشروع الاقتراح اللي بغيتي ونجيب الاقتراح ديالي ونجلسوا انا وياك. الا اختلفنا وما وصلنا الحل هناك حكماء في هذا البلد وهناك هو رئيس حكومه في هذا البلد وهناك رئيس دوله في هذا البلد وكلهم من كبار الحكماء في هذا البلد وعلى راسهم جلالة الملك. نوصلوا السيد ونطلبوا رايي هو حكيم لانه هو رحام المؤسسات الدستوريه كلها. فاذا كان محامي المؤسسات الدستوريه فما يملك الكل يملك الاقل. غادي يحمي حتى المؤسسات اخرى وخصصا مؤسسة الدفاع التي تضمن للمواطن حق شروط المحاكمة العادلة اللي هي واجب دستوري. ونتذكروا نتكلموا ونشوفوا ونناقشوا ونخرجوا. ماشي تقول المقاطعة ودير وتوقف ليها كل شيء. بغيتي تظهر مزيان اجي عندي وقولها ليا ولا سير تظهر وانا القانون راه كيحميك قبل ما نحميك انا. القانون راه كيحميك. وإلا كاع عجبني الحال نخرج نتظهر معك ما عندي مشكل. هذا هو ما عرفت واش انا غلطت في شي حاجة ولا تنفكر بشي شكل معوق ولا ما عرفتش. السيد الوزير كنت قلتي بالكلمه الافتتاحيه ديالك انك انت من اقترحت المضامين المتعلقه بتدريب المحامين. الا كان ممكن توضعنا في الصوره ديال علاش بنيتوا هذا التدريب هذا؟ يعني بلغه اخرى هذه المداخيل هذه شنو ممكن انها تزيد الخزينه ديال الدوله؟ يعني الا كاين شي استيماسيون. وفعلا السيد الوزير هو تبع السؤال الزميله مريم هذا المشكل اللي وقع للضرائب مع المحامين كيتصور المحامين انه كان نتيجه لواحد تقديم معلومات جزئيه ساهم في تحريض العموم او الراي العام على المحامين بانفسهم وتصويرهم على انهم متملصين بالضرائب. طبعا عندنا ارقام رسميه، الارقام الرسميه اللي كانت صدرت هذه واحد 3 سنوات في المناظره الوطنيه للجبايات تكلمات على حجم اداء المحامين للضرائب وتكلمات على ان 88% من المحامين اللي كيأديو الضرائب كيأديو اقل من 1 مليون في العام. تكلمات على ان 12% ديال المحامين اللي تم اشعارهم
من إدارة الضرائب هم فقط اللي قاموا بتسوية وضعيتهم الضريبية. إلى هذه الحدود الأمر كيبان واضح. في الجهة المقابلة كما كيقولوا المحامين أن القطاع من ناحية اجتماعية ولو كان من حرة تبارك الله كاينين محامين أغنياء، ولكن كاين محامين على قد الحال من ناحية الموارد الاقتصادية. هاد المحامين وأزمتهم قطاعهم الهش بان حسب القول ديال المحامين بان في أزمة كوفيد، كيف أن واحد القطاع عريض واحد العدد كبير من المحامين كان يعول على المساعدات اللي خصتها آنذاك هيئة المحامين لهم لتفادي إغلاق المكاتب لأداء الأجور، معونات محددة تم ذلك بشكل مستقل. في نهاية المطاف سيد الوزير، واش هذه المعركة ديال الضرائب ماشي في نهاية المطاف في ضوء هذا الصراع يمكن يكون المواطن أو المتقاضي الذي يلج إلى مرفق العدالة هو ضحيتها، يكون مثل ما وقع في مسألة الضريبة على القيمة المضافة أنها ستفرض في نهاية المطاف على المستهلك الأخير، وأن المواطن هو اللي يؤدي، وأن المحامي غادي يفرض على هذاك المواطن أنه يؤدي هذيك الزيادة في الضرائب من جيبه الخاص مقابل حصوله على ذيك الخدمات القضائية. احنا غادي نديروا الضريبة على الأتعاب ديالو، الأتعاب مسألة اتفاقية ما كندخلش فيها. أنا يعطيه في أنا كاين محامي اللي يشد 1000 درهم، كاين المحامي اللي يشد 50000 درهم في نفس الملف. هذا شغلو، هذا حنا في نظام رأس مالي ليبرالي، المحامي مستقل حتى في تحديد أتعابه. ما غاديش ندخل، ما غاديش ندخل لهذا الشيء. أنا المهم قلت له 300 درهم يخلص هذيا، يشد من عند الموكل ديالو 400 درهم ويشد عنده 400 مليون، هذاك شغلو، أنا ما كندخلش فيه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، الوضع الاجتماعي ديال المحامين حتى انا راه كيديرني طرح لي مشكل. خصنا نفكروا باش نوسعوا المجال ديال المحامين، مجال اشتغال المحامين. عندنا واحد المشكل كبير عند المحامين وهي الاداره. الاداره عندها مشكل كبير مع المحامين. الموظف الاداري ما يمكنلوش يتعامل مع المحامين، لان المحامي تجي تقول لي انا فلان، انا الاستاذ فلان، انا ابو عن فلان، أنا محمد بن ابراهيم ولا احمد بن علي، تقول لي بغيت واحد الوثيقه كترتمو، تيقول له الموظف اسمح لي انا ما كنعرفكش محامي، محامي في المحكمه، هكا تيقول له جيب لي وكاله ولا جيب لي القانون كيف تعطيني الحق بلا وكاله نجي ندير. انا الموظف تيقول لي انا مسؤول، ما تقوليش ما تقولش على الضريبة. قلنا كيفاش غنصحوا جميع رؤساء الحكومات السابقه والوزراء الاولين كتبوا رسائل للاداره تيقول لهم لا راه المحامين عندهم ضياع والو. فكرنا قلنا غادي اولا غادي نخرجوا بعض الموظفين بعض المحامين ندخلوهم للاداره العموميه باش يولي هو المخاطب ديال المحامين خارج الاداره، ويدخل ثقافه المحامي ودوره وطبيعه دوره داخل الاداره. وتم درنا المحامي العام، قطاع العام. علاش درنا محامي قطاع العام؟ باش لانه سينال ثقه الاداره، وعلى الاقل يوجه الاداره في التعامل مع المحامي، باش الى جا محامي الاداره يلقى واحد المخاطب ديالو كيفهمو كيتفاهم. ثانيا غادي نخلق مناصب شغل، لان هذه تكون في التعاقد في اطار التعاقدات، مناصب شغل للمحامين اللي ما صدوش يديروا مكاتب يمشيو يدخلوا للاداره. والمحامي حر، بغى يدير القضيه يديرها، بغى يدير المكتب ديالو يدير المكتب ديالو. اعتبروها قال لك ما صحيحاش. علاش ما صحيحاش؟ لانه ما بغيناش محامي قطاع عام. انا ما عندي غادي نبقاو في هذه الازمه ديال الاداره لن تتعامل مع المحامي والمحامي عنده اشكال. جينا واحد مجموعه الامور كاين توجيهات الملك يحل التعامل مع المغاربه العالم، قلنا لهم المحامي المغربي اللي من جنسيه مغربيه وعنده مكتب في الخارج عنده الحق يفتح مكتب في المغرب ثاني في اطار فتح التعامل مع المغاربه العالم. طرح فيها نقاش. دابا نجي هذا الشيء كله، انا ما ندخلش في التفاصيل فيه، هادشي كله نقاش. النقطة اللي الآن عندي مع الحكومة عندي مع نقاش كبير عليها هو أنه ألزم الإدارة المغربية بتمثيل من الطرف المحامي، واللي يكون عندها محامي إلزامي، ما يمشيش الموظف للمحكمة، المحامي اللي كيمشي للمحكمة والإدارة تخلصوا. هذا نقاش حاد عندي مع وتنقول الإدارة المغربية، تنقول الحكومة راه غتخسروا الملفات إلا ما كانوش محامين كينوبوا عليكم.
لان المحامي كيعرف الاجراءات المسطريه، كيعرف الكواليس المحكمه، كيعرف الدليل ديالها، يمكن يدخل عند الرئيس الاول، يدخل عند الوكيل العام، موظف مسكين كيجي كيوقف كيبداو المحامي كيعرفوا ما كيلقاو. قلت لهم كل اداره دير المحامي وتعطوا تعويضات مشتركه، راه هذا هو اللي مرتبط بالضرائب. بحال غتخلصوا الضرائب وتدخل الدوله شي حاجه محترمه في الضرائب، غتقدم خدمات للمحامين بحال هذه. حنا محتاجين دابا 200 مليون درهم باش نعطيوها للادارات العموميه باش تخلص، باش تخلص المحامين، خصها تستردها. لانه اشنا هو المبدا العام في الضريبه؟ الا بغيت تعطي شي حاجه خصك تفكر منها تجيبها، جيب الحاجه تعطيها، هذا هو العمل تاع الضريبه. قلنا ودي بما انهم ملزمين بالضريبه نقادو. ثانيا هذه المشاكل ديال الضريبه راه ما كاينش المحامين بحدهم، راه قطاعات كبيره داخل. حتى شي تيقول لك راه 97% ديال الشركات ما كيادوش الضرائب، راه كاين خلل، راه كاين خلل. وزاره الماليه كتجتهد وكتشتغل، والحكومه قررت باش انها تشتغل على هذا الملف هذا باش الناس يادوا الضرائب، لان هذه مساله سواسيه امام القانون، مساله حق من حقوق الانسان انه الواحد يساهم في التكاليف والمواطنه التكاليف ديالها. فهاد النقاش هذا هو اللي كاين. ما المحامين غير تروحوا القضيه هما على مستوى المجال الشعبي فقط. ولكن انا نقول لك ان هذه هيئه من حقها كما قلت لكم دير المضاربه، اللي يخيفوني ذلك من حقها تعبر على رايها، من حقها النظر، من حقها كذا. وفي اخر المطاف انا غادي نكمل مارش، غادي نزيد باقي في الحكومه، غادي نمشي وغادي نولي هذا القانون كينطبق عليا انا. راه انا معني به، مني انا درت شي فصل استثنيت نفسي، انا معني به. ولكن انا كنقول باش تقوي مهنه المحاماه كاينه جوج الامور: تقوم بالتزاماتها تجاه المؤسسات العموميه الدوله وكذا ومنها الضرائب. المساله الثانيه على جهاز المحاماه ان يقوم بتنظيم نفسه وبفرض القانون داخل مكوناته. هذه واحد المهمه عطاتها لك الدوله، قالت لك يلا سيرها، راقب وطبق القانون. الدوله الا شافتك ما كتطبق القانون، ما كتراقب القانون وكدير الحفظ الضمني، ستدخل وتوقف هذاك الشيء، لان كاين حقوق الاغيار وكاين حقوق المواطنين. دابا غتقول لي بان الاضرابات غادي تمشي ضحي، اي طبيعي، حيت يكون اضراب في وزاره الصحه كي المواطن كيأدي الثمن، كيكون اضراب في النقل المواطن كيأدي الثمن. هذه هي الحياه، طبيعي جدا. المواطن لانه هو الطرف اللي ما دخلش في الصراع ولكن كتوصل بنتائج هذاك الصراع اللي كاين، عادي جدا. حنا الناس هادو عندنا الاضرابات، كاين جوج الامور. انا حيت كدير اضراب ما عندكش الحق تمنع شي واحد يدخل المحكمه اذا كان محامي ولا يكون مواطن، هذه مؤسسه عموميه، ويمنع عرقله العمل للمؤسسه القضائيه. ثانيا ان القضاة غادي يديروا الجلسات ديالهم ولهم كامل السلطه التقديريه يدوزوا الملفات ولا ما يدوزوهم، انا ما ندخلش في هذا الموضوع، هذاك شغل القضاة الله يكمل عليهم يديروا اللي بغاو. ولكن سير المؤسسه العموميه تضمنه الدوله وسيستمر في ضمانته من طرف الدوله، مع حق الجميع بممارسه حقه في التعبير بالرافض والاحتجاج والتقدير. فهادو محامين انا كنعرفهم، الناس تيعرفوا القانون كي غادي يديروا الاحتجاجات ديالهم، ولكن المؤسسه القضائيه ومؤسسه المحكمه هذه مؤسسه ستستمر في عملها، كتاب الضبط ستستمر في عملها، الاجراءات القانونيه ستستمر في عملها، وهذا طبيعي جدا. من حيث كدير الاضراب ما كتوقفش المؤسسه كلها، كتوقف انت، اما المؤسسه ما عندكش فيها دخل، كتوقف انت وانتهى الموضوع. شكرا. ولكن هذا الموضوع ديال الضرائب اللي فجاه قفز الى الواجهه، كنا كنسمعوا تصريحاتك في البرلمان انك ديما كنتي كتعهد بانك غادي تفرض ضرائب على المحامين، ولكن ما عمري ما كان يتصدر هذا النقاش ديال الضرائب، ما عمري ما تصدرتي الا هذه السنه، ما عمري ما تصدر النقاش العام. ففي الفتره اللي كان النقاش العام حول امتحان ديال ولوج المهنه للمحاماه، حول مسوده مشروع قانون ديال المحاماه، جاء هذا الموضوع ديال قانون مشروع قانون المالية والضرائب اللي تفرضت عليه، اللي ولات هي المشكل. هذا شأن خاص بالمحامين فعلا، كيهمش المجتمع ككل الضرائب اللي كيأديوها المحامين، مشكلة خاصة كما قلت انت. راه اذا جينا راه حتى واحد ما يبغي يخلص الضرائب، شركة وحدة كتأدي داكشي اللي يأديو المحامين كلهم،
وهاد الشركات هاد الشركات كتحتاج هي ضمنيا كتحتاج على الضرائب، عندها طرقها وسائلها باش كتضغط على البرلمان، يصيفطوا خبراء للبرلمان وكيجلسوا مع البرلمان كيقنعوهم خبراء، وما عمرهم تيقولوا لك لا هادو تيبدا يعطوك لي زاستيس تيقول لك هادي هي غتخلق لنا هذا المشكل وهادي هي غتخلق لنا هذا المشكل، وحنا وحنا ما غنديو الضرائب عندنا مشكل ولا نبلغ ما عندنا فيش مشكل، ولكن هادي كنتذكر واحد المجموعه تاع الملفات عشنا فيها خلافات ونقاشات، ما عمرها تيقول لك لا هادي ويناقش معاك يقول لك انا قابل هذا الشيء ولكن نزيدوا هادي ونقصوا هادي ونديروا هادي، وانت كتحاور معاه لان وزاره الماليه عندها حساب في راسها، هذا كيقول لك يشوف غير كيوصل الحساب تيقول لك ما كاين مشكل. ما عمرنا ما سمعنا مثلا الاتحاد العام لمقاومه المغرب ولا اي نقابه اخرى اي نقابه اخرى ديال هذوك اللي كيبداو مجلس المستشارين ديال السيرة، ما عمرهم جاو ردا على شي تكريس مقتضيات الضريبيه جديده وانهم قرروا انهم يغلقوا الشركات، ما كيحتجوا هما ما كيجيو يتناقشوا، لكن المحامين عندهم ورقه سحريه، ورقه ضغط لا تتوفر ربما باقي القطاعات، هي هذه المساله اللي كتسمى بتعطيل المرفق القضائي، لان تعطيل المرفق القضائي ماشي امر سهل، لان الامر ما كيتعلقش فقط بمصالح العاديه، لا 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 المحامين فاهمين والقانون واضح، محامين لن يعرقل السير العادي للقضاء، ما عمره يعرقل المحامي، المحامي الذي يحترم نفسه لا يعرقل السير العادي للقضاء، لانه راجل شارع جريمه، لذلك لن يعرقل، انا كنعرف المحامين الناس كيحترموا نفسهم، غيديروا مظاهره غادي يخرج واحد الباب المحكمه غيديروا الشعارات اللي يدخل يدخل اللي بغى يخرج يخرج وغادي يديروا، الا صدرت بعض الانزلاقات طبعا كاين الاجراء، هذا الاجراء هذا سبق الدار على ما اعتقد في العهد ديال الاجار انه تم اجره للرميد، تم اقرار ان انعقاد سير الجلسات في غضون المحامين دايرين احتجاجاتهم واضراباتهم، ولكن حتى هذا الاجراء ما تم ما كانش يعني طويل الامد، لان سرعان ما تم نقضه بسبب احتجاجات هذا الموضوع كاين من السلطه القضائيه ما تهمنيش انا، سير الجلسات وقرار القضاه وقرار اداره القضاه ما تهمنيش انا، ما ندخلش فيه اطلاقا اخلاقيا ومهنيا ما ندخلش فيه، انا حاجه واحده علاش ندخل انه السير العادي ديال كتابه الضبط والاداره القضائيه والدخول للمحاكم، المسائل الاخرى انا ما هذاك شغل المحاكم، تحكم ملفات تاخرهم تمشي تناقش مع المحامين، انا كاينش تنسيق مع هذا السيد رئيس لا هذا لانه اختصاصه السيد رئيس السلطه القضائيه رجل متزن مقتدر كيعرف يدير شغله، هو السيد رئيس النيابه العامه خليهم هما عارفين كيفاش يتعاملوا مع الموضوع. سي الوزير سمحتي لي باش اخر سؤال في هذا المحور هذا باش نتقدموا، لاننا عطينا بزاف ديال الوقت لهذا الموضوع ديال المحاماه، واش ما كانش عندكم الهاجس ديال ان رفع الضرائب على المحامين اول من سينعكس عليه هو المواطن، اللي الولوج للمحامي او القدره على انه يكون المحامي متوفراش الجميع، وباش نتقدموا في النقاش التشريعي واش في التشريعات اللي كتشتغلوا عليها ما كاينش تفكير في الزاميه المحامي باش يكون واحد الولوج عادي للقضاء ما بين المواطنين كاملين؟ لا غير واحد القضيه راه ما زدناش في الضرائب، راه ما جبناش حاجه جديده، شنو كتكلبوا انعكاس ما تنعكاس المساله كلها شنو هي؟ هذه ضريبه على الدخل، غير غيرنا المسطره غيرنا المسطره وصافي، قول لي باش تخليها حتى الاخر العام وتجي تخلص وتخلص واحد 60 مليون ولا 50 مليون ولا 20 مليون ولا 10 مليون ولا جوج، من الاول كتخلص شويه غنتحاسبوا معك في الاخر صافي، فقط هذا الشيء اللي كاين، ما غتنعكس لا على المواطن ولا على المحامي. كاينه جوج الامور، الى حيتي دابا القضيه ديال الاداء من المنبع غادي تضطر سميتو اداره الضرائب انها دير التفتيش للمحامين، وعندنا مشاكل اخرى، عندنا الحرمه المكتب، عندنا السير المهني، عندنا الوضعيه الاجتماعيه للمحامي، قلنا لا كتعرف هذا العام هذا شحال داروا ديال المفتشين اللي عطاو مناصب شغل المفتشين، راه 500 وصلوا تقريبا الفيريفيكاسيون اللي غادي دير 500 واحد اللي غادي يدخل هذا العام غادي يفيريفيو كل شيء، فقلنا لا ما ندخلوش في هذا المسلسل، هذا راه ما زدناش في الضريبه ولا نقصنا فيها، راه غير غيرنا المسطره، اما كون خليناها راه غادي تعيط للمحامي في اخر السنه تقول لها، وعندهم جوج الامور، نقول لك عندهم جوج الامور، اداره الضرائب عندها جوج الامور، عندها اللائحه ديال المحامين، انه كيجي الجدول ديال المحامين لوزاره العدل كنصيفطوه للحكومه، ورئيس الحكومه كياخذوه يا كيصيفطوه لاداره الضرائب ولا يصيفطوه داك شغله، وعندنا العنصر الثاني جميع الملفات التي تؤدى فيها المصاريف القضائيه او التي تسجل موجوده في الاورديناتور في المحاكم، كتمشي تلقائيه لاداره الضرائب وتجلس في العشيه كدير عبد اللطيف وهبي كيبان لك الملفات ديالو كاملين،
وديس الضريبه غادي الا ما تخليك حتى لاخر العام دير لي يقول لك تقول لك عطيني التصريح ما درتش التصريح غتخرج لك دوك الملفات تقول لك التصريح ديالي قلنا حنا ما ندخلوش في هذا الشيء خليهم يديروا التسبيقات ونوصلوا لشي حلول البناء بلا ما ربما تفهمت غلط من طرف المحامين وربما انه الموضوع تخاد واحد البعد اخر انما بغيتش نقول كاينه سوء نيه ولكن كاينه حسن نيه ديالي والساده المحامين انا متاكد انهم عندهم حسن نيه كنخصهم غير يفهموا علاش انا درت هذا الموضوع هذا راه الحوار والانصات راه هو اللي كيوصل الحل ماشي البيانات والقرارات السريعه. طيب سيد الوزير ننتقلوا للورش التشريعي اللي فتحتيوه من منذ وصولكم الى وزاره العدل من ضمن المشاريع اللي هي كبيره مدونه الاسره وتتحدثي على انكم مازال كتبحثوا على التصور واش في البدايه واش غادي نمشيو للتعديل الشامل المدونه ام اننا غنديروا كيف ما كنا كنديروا في مشروع القانون الجنائي تعديلات جزئيه؟ مدونه الاسره موضوع مجتمعي كاين يشرع في قانون المسطره المدنيه وكاين يشرع في قانون المسطره الجنائيه وهي هما مواضيع مجتمعيه ولكن مهنيه اكثر. مدونه الاسره شيء اخر كتدخل فيه الدين كتدخل فيه القانون كتدخل فيه العادات الاجتماعيه كتدخل في التجربه ديالنا من التطور من 2004 ولا ما عرفتش 2000 واش الان هذه كلها ثم كاين هناك عنصر اساسي هو دور جلاله الملك اللي هو طرح هذا الموضوع للمناقشه لهذا الموضوع كيتسم واحد الحساسيه كبرى واحد الاهميه كبرى عندي طموحات فيه كبيره كنقرر ماشي ديالي بوحدي الا كانت ممكن تعطينا بحال هاد الطموحات هذه لا هي زوج القاصر هضرت عليها كيفاش المراه في تعدد الزوجات كتطلب الطلاق ولانها هي طلبت الطلاق للشقاق لان كاين تعدد الزوجات نحرموها من المتعه ما كان في معاش انا واحده مزوجه مع 21 عام 30 عام كتطلق منه لانه مشي تزوج عليها هذاك شغله وكتجي كتقول له انا كتقول لي لا نحرمك من المتعه لانك انت هي اللي من 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 تعويضات المتعه لانك انت هي اللي طلبت الطلاق هو انا طلبت الطلاق لانني كنرفض نكون التعدد ونهار تزوج بيا ما قالش غير التعدد ولا تلزم معايا بالتعدد. ثانيا كيفاش ان المسطره كنديروها في الاخر بهيئه ثلاثيه قاضي واحد يصدر حكم التطليق علاش غنديروا ثلاثه علاش المهاجر ديالنا كيتزوج كياخذ الاذن في السفاره ولا بغى يطلق سوجا المغرب يطلق تما في فرنسا يطلق في المانيا يطلق فين ما بغى في السفاره ونديروا قاضي منفرد وحنا كنعينوا تما قضاه الاحوال الشخصيه راه كاين قضاه الاحوال الشخصيه كاين ما يمكنش يحكم في هذه الملفات سنغيروا المسطره. بالنسبه للمراه اللي كتزوج وتحيد لها الطفل ما معنى هو الدور الاب ما اسمح لي ما عندها حتى معنى صافي لان عندها طفل عندها طفله وهي حد ضينا ما تزوجش من حيت من حيت تجي الولايه وكتحيد لك واحد انت مطلقه واحد السيد ما عرفت فين مشات تزوج ما عطاش دار وتجي المراه غير تبدل راجلها عفوا تبدل ولدها من مدرسه لمدرسه وسير يجيب ولي امره وهي اللي تتحضن وهي كتاكل وتشرب وتغسل لي وتصبل لي وتسهر معاه وما تقدر تنقله من المدرسه عداله هذه مساواه هذه الشخص يتغير. انا قلت لهم تغير مزيان تنقل الام من مدرسه لمدرسه من حقها غير فقط غادي نلزموها انها نفس المصاريف اللي كان فيهم الزوج هي اللي يديرها معناها الا حطها في واحد المدرسه ب 500 ولا 1000 درهم الا بغات تنقل لمدرسه اخرى خاصها تكون في هذيك الحدود 1000 درهم باش ما يوليش ثاني واحد تقري ولده ب 1000 درهم وتطلق يمشي تدي ليه شي مدرسه ب 20000 درهم خصو يبيع البنوات ما خصنا نديروا شي حاجه معقوله علاش هاد الطوال في المساطير ما عرفت لهذا كاينه اشياء بسيطه كتبدو بسيطه وكان عندها تاثير على الحياه. انا عندي مشكل اخر عندي النساء المغربيات في الخارج متزوجين من اجانب تيخرجها من الدار تيحيدها الولاد تيخرجها من الدار كتخرج للشارع كتجي ديك الدوله كترحلها كتجيني المراه منهاره خرجوها من دارها الدوله يا ولادها ويرحلوها وما كيعطوهاش الفيزا ترجع. اقترحنا في مجلس العدل العرب بصفتي رئيسا اقترحنا اننا غنوضعوا قانون للزواج المختلط باش نحافظوا حقوق المراه كيفما كانت جنسيتها بحال المغرب. انا اذا كانت عندي امراه اجنبيه طلقات
مرأة أجنبية طلقت كنجي كنعطي نفس الحقوق لهاد المرأة المغربية. علاش؟ علاش ما نعطيش لها؟ ومجموعة القضايا مثلا حيت تكون واحدة طلقت وعندها الأولاد والرجل ما كيعطيش النفقة كنمشيو لصندوق التكافل الاجتماعي العائلي، هذاك التكافل العائلي وسير دير المسطرة دير لابروسيدور جيب المحامي. علاش؟ أنا عندي مساعدات اجتماعية غير طلق المرأة يهزو هما الملف يقراو إلا شافوا وضعيتها هما يمشيو لعندها يقولوا لها واش لا كتوصل بالنفقة ديالك ولا لا ما كتوصل، يديروا هما الإجراءات ويجيبوا لها فلوسها. حنا ضعنا دوك الفلوس نعطيهم الناس ماشي دعناهم باش نجمعهم عندي. شحال وصلنا؟ مليار درهم ولا وصلنا مجموعة عندنا 8 مليار درهم كثر من نبني بها العمارات. هذه أنا نصيت فرق على النساء المطلقات في المغرب. عندنا مشكل آخر وهم دوك الأطفال ديال النساء العازبات. المرأة دارت خطأ وعاونها أنا ما ندخلش فيه، ولكن داك الطفل راه مغربي راه عنده نفس الحقوق خصني نهتم به ونوفر له الشروط، وإلا كان ضروري نعوض المرأة باش تقابلو نعوضها. يعني وبالنسبة للا دي إن شنو الموقف ديالكم في إثبات؟ ألو لا دي إن طرح مشكل في القانون الجنائي، طرحنا هذا النقاش كبير نقاش طويل. حنا جالسين نضر ليها في ديك الوزارة كنفكروا كان لنا نقاش عميق في هذا الموضوع. اولا تطرح جوج المشاكل لدينا، عندنا مشكل النسب، هذا مشكل ديني. كاينش تشد واحد تقول له هكا فلان راه ولدك. النسب الولد للفراش ومحدد النصوص القانونيه صح، هذه مساله دينيه. جرى دليل الان غير كل شيء. وخصوص واش الفقهاء ديالنا يسمحوا لنا نديروا النسب لدينا ولا لا، هذا قرا في فتوى من الإفتاء لأنه لا يحرم ولا يحلل إلى آخره. عندنا موضوع آخر مشينا ليه في القانون، فينا هو السير الرشيد. راهو القانون السير الرشيد قاضي صدر واحد الحكم جميل، لدين وسيلة علمية لا يأتيها الباطل لا من أمامها ولا من خلفها. قلنا مزيان أش غادي نديرو؟ عندكم ننخلع الشباب، أما الشيوخ ما كيدير والو. قلنا إلا تبتت لدين العلاقة خارج الشرعية بين امرأة ورجل نتج عنه حمل ثم جنين ثم ولد، إذا كان الطفل غادي يبقى عند الأب الأم مسؤولة مدنية إلى أن يصل 21 سنة تعطي واحد التعويض للأب. إذا كان غادي يبقى عند الأم خص يخلص الرجل من يخلص هذيك المرة في دوك التعويضات حتى يوصل 21 سنة، معناها واحد خارج يقصر ليلة غادي يخلص 21 سنة عليها. هذاك شغله، أنا ماشي شغلي، أنا ما يخليش ليا. وهذه كاينة في القانون الجنائي وغنديروها في القانون الجنائي، لأن ما يمكنش واحد خرج ويكون لا مسؤول يدير شغالته باش ما يولدش. أنا ما يجيش عندي يخلي ليا ولد كيضرب في الزنقة ما عنده لا باش ياكل ويتبقى تسعى به أمه لانه واحد النهار وقع واحد الخطا. شوف كل بني ادم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. لا توقع الخطا كيوقع، ما عندك ما تقول في الخطا. لو كل ما كيكونش الخطا كاع ما نديرو المحاكم وما ندير وزير العدل. قول منين؟ قول انا وليت وزير السعاده. ولكن هذه مشاكل خصنا نتعاملوا معها بشجاعه. هذه عجباتكم ها؟ طيب في السياق ديال الاسره واش ما كاينش تفكير بانه يكون محاكم متخصصه ماشي اقسام تابعه للمحاكم الابتدائيه باش يكون واحد التركيز اكبر في هذه القضايا هذه؟ يعني القاضي ماشي اليوم يحكم. انا نقول لك علاش دابا لا، انا نقول لك دابا لا. اولا دائما الاقسام المتخصصه تجي في الخطابات الملكيه باسم المحاكم، ما كاينش حاجه جديده. وجلاله الملك عارف اش كيقول، انه هذا المشكل اللي عندنا في هذا الشيء ديال المراه والطفل. جلالة الملك عنده طموحات كبيرة، خصنا نشتغلوا باش ممكن نوصل للطموحات ديالو. عندنا في المغرب الآن هاد النهار جيت وزير العدل درت جوج الأفواج، ياك جوج الأفواج درت ديال القضاة، كل فوج درت فيه 250 250، وفي 2023 غادي نبدا ب 300، معناها غادي نديروا هذا العام 800 قاضي. تنضغط فقط باش ندير المحاكم ديال القرب او محاكم القاضي المقيم ندير فيها قاضي ونيابه عامه.
باش يولي هادشي الزواج والطلاق يديرها قاضي منفرد في هاد المحاكم، المخالفات نديروهم تما، بعض الجناح العاديه اللي ما فيهاش الاعتقاد نديروها تما، وبعض النزاعات المحدوده 50000 درهم قلنا فينا هو 50000 درهم قلنا تكون تما باش نقلصوا الناس ما يجيوش. وفي هاد المحاكم هادو وفي هاد المحاكم هادو بغينا نديروا مساعده اجتماعيه ولدير اجراء الطلاق. غيتها بالزور بداك الحماس ديالها وزيره الانتقال الرقمي قالت لي انا كل ما يهم الامازيغيين غنعطيك واحد الميزانيه عندها في صندوق الامن هنايا عندها صندوق الامازيغيه باش نشري لهم السيارات لدوك المساعدات الاجتماعيه باش يمشيو يجيبوا النساء الامازيغيات للمحاكم اللي عندهم مشكل. علاش نقول لك؟ في المناطق الامازيغيه راه عيب المراه يشدها المغرب في الزنقه، كتوصل المغرب خاصها تكون في دارها، الا بغات تمشي للمحكمه الصعبه واحد 120 ولا 200 كيلومتر انت ترجع لدارها كتسمح بحقها وكتصبر. قلنا دي لا خصنا نديروا هاد الامور، وقلنا كاينه ابسط الامور شنو هي؟ شي مراه عندها جلسه بعيده المساعده الاجتماعيه تمشي عندها دير الاورديناتور وتبقى تهضر مع المحكمه من تما اش قاعده تمشي. قلنا نديروا كاع الناس نشوفوا الناس نديروا معهم اتفاقيات ونعطوهم امكانيات بحال تقديم المساعده. فكرنا في واحد الوقت نديروا تقديم المساعدات الرقميه، يجيو ناس نعطيهم واحد بحال ان اغريمون يحلوا مكتب يمشيو يقدموا المساعده وتخلصوا من هاد الناس نديروا مهنه جديده. بغيتي شهاده السابقه العدليه سير لعندو اعطيه 20 درهم يخرجها لك يعطيها لك. سير بغيتي دير تناظر عن بعد مع المحكمه سير لعندو وهذا ولا كلف المحامي، لان راه في الدول الاخرى راه المحامي كيدير لك حتى جواز السفر. في الدول الاخرى الا بغيتي تزوج يمكن المحامي ديك الاجراءات كلها. هذا كان واحد شي محاميه شي خرجت تقول احسن جواز في العالم وجواز السفر ماشي هو داك الزواج اللي فرسكم، لان كيديروا المحامي بسهوله في الدول الاخرين. شكرا. سيد الوزير، هذه القضيه المرتبطه باصلاحات مدونات الاسره، خليوا هذا اخر سؤال وننتقلوا لمدونات الاسره. لا مزيان نديروا اخر سؤال وننتقلوا للعمل الحكومي. داكور. سيد الوزير، فيما يتعلق بهذه المشاريع الإصلاح اللي مرتبطة بمدونة الأسرة، دائما هذا النقاش هذا كيوضعنا في واحد المأزق، وكأن هذه القضايا اللي هي رئيسية في البلاد تبدو وكأنها فوق سياسية، فوق المؤسسات السياسية، فوق الانتخابات في حد ذاتها. المحافظة في المجتمع دائما تطرح كشرط مسبق لدخول هذه النقاشات ديال إصلاح مدونة الأسرة. تيار المحافظ في البلاد سياسيا هزم، انتخابات راه النتائج واضحه، ولكن في المجتمع على حساب الطريقه اللي كنتناولوا بها مثل هذه النقاشات يبدو بانه لم يهزم. فهذا الشيء كيطرحوا بحال واحد المعضله. سي منير، هذا ماشي موضوع ديال المحافظين ولا يهمني فيه موقف المحافظين، هذا موضوع الدين. العلاقه الزوجيه في المغرب مؤطر دينيا، وبناء عليه من المجال الديني مجال محتكر لجلالته، وبناء عليه جلالة ديالو أعطى التوجه قال لا أحرم ما حرم الله ولا أحلل ما حرم الله ولا أحرم ما أحل الله، ثم هو الذي يشرف على المجال الديني. من حيث جيك تقرر في واحد المجال كيأطر الدين، صفتك أمير المؤمنين هو اللي عنده اليد العليا والقرار النهائي والأخير. ما دخل فيها لا محافظ ولا احنا، احنا كان يمكن لنا نجتهدوا في الجزئيات، أما في الأسس توابيت ماشي التوابيت، في الأسس الرئيسية هذه خص يكون فيها واحد نوع ديال التوافق. شوف نقول لك واحد التوافق اللي يمكن يرضي الأطراف كلها تحت إشراف جلالته وبتحكيم من أو نقول واحد القضية. في المغرب كنت أنا في المعارضة 10 سنين في المغرب، أن واحد الديمقراطية غريبة في العالم منا غير إحنا في هذه البلاد، وهي ديمقراطية توافقية، كانت تناقشوا ونتشادوا ونضربوا ولكن كنجلسوا ونحلوا المشكل. في البرلمان نفس الشيء، كتشوف القانون كيجي لا معك هذا القانون ماشي هو هذاك، حتى نجيو التصويت إجماع
ودوزنا 95% ديال القوانين بالإجماع. من حيث 2011 بدأك الزلزال ديال 2011 جسي إلى بن كيران بدأ كيدخل في شي مواجهات التي لا تليق بطبيعة سياستنا التوافقية. دوز واحد المدة قليلة فهم القصة رجع وبدأ كيدير التوافقات حتى هو وفهم بسرعة ساب إلى بن كيران. وكان العثماني نموذج في التوافق. وجسي عزيز خنوج بدأ المسطرة ديالو من الأول من خلال تصور التوافق تقلب على أي توافق باش يحل المشكل. هو أكثرهم توافقا لأنه عنده رغبة باش يدير الخطر لكل شيء ويوصل الحلول بالتوافق. عارفين جات الثقافة ديال الديمقراطية التوافقية اللي عندنا في البلاد؟ جات من هذا النقاش الديني اللي عندنا. ما كنفرضوش على شي واحد شي معين بدليل أن كانوا عندنا اليهود كيتزوجوا تطلقوا شغل وما هذاك حنا عمرنا قلنا لهم شي حاجة. اللي اختلفنا فيها كنتوافقوا معاهم على شي حاجة. ونقول لك كاين هناك فتوى في سوس كنقول لهم هذه الفتوى هذه خاصها تتعلق في نيويورك يديروها في الامم المتحده. دازت واحد المرحله كان فيه بحال الان كان فيه العطش وكان الماء يمر تحت المسجد. هذاك ديال الماء كتمر تحت المسجد. علاش كيدوز تحت المسجد؟ يتوضا الناس قبل ما يدخلوا المسجد. فصدر قرار بالمنع الوضوء حتى يمر الماء الى راحه الى حاره اليهود باش يوفروا الماء الشرب والماء الغسل. شوف البعد التوافقي اللي كاين في المسألة. طيب الا سمحتي لي سي الوزير باش نختموا هذا المحور هذا تحدثتي على الحلال والحرام. هو الحلال بين والحرام بين وكيبقاو دوك الجزئيات اللي تحت اليوم ولكن هذه الجزئيات هذه كتفتح واحد الباب كبير للتاويل اللي كتمشي في الاخير الضحيه ديال الشيطان دائما في الجزئيات. نعم واش ما فكرتوش في هذه القضيه ديال التاويلات لانه يكون نص قانوني واضح في مدونه الاسره ومن هنا غادي نمشي معكم للقانون الجنائي ولو انهما موضوعان واحد كيصب في الاخر. تحدثتي في نهايه الاسبوع على انه انتم تدافعون عن الحداثه عن اي حداثه تدافعون عنها خصوصا في القانون الجنائي. يعني كيف ستتناولون القضايا الخلافيه كالاعدام والحريات الفرديه خصوصا انكم لستم لوحدكم في الحكومه وهناك اتجاه في الحكومه اللي يمكن وصفه بالمحافظ باش من هادشي ندوزوا للعمل الحكومي باش تتطوري ما تقلقش. انا بسرعه انا ضد حكومه ضد عقوبه الاعدام. كنقولها في الحكومة وكنقولها في اللقاءات وكنقولها في كذا وعندنا نقاش في هذا الموضوع هذا تقول لما حيدها غنخلصها لأن ورا ما كان أنا ماشي حكومة بوحدي كما قلتي ولكن لما حيدها كلها نخلصها الأولى. الأمور أخرى اللي فيها نقاش راه كتناقش. راني مسؤول على واحد المؤسسة سميتها الدولة كما حنا مسؤولين كاملين عليها لأن هي ديالنا كاملين. ما غاديش نجي ناخذ قرارات اللي قال لي راسي ونزيد. كندافع على قناعاتي ما كنخليهاش تدوز بسهوله. كنقاوم وصلت مزيان ولكن دائما كما قلت لك كنحافظ على داك التوافق وديك الوحده ديال المؤسسه ديال الدوله. يمكنني نختلف داخل الحكومه اختلاف عنيف ودرنا اختلافات وكدرنا نقاشات في مجلس الحكومه ما تصوريهاش. ولكن في اخر المطاف كيتكلم رئيس الحكومه واش غنعقبوا عليه؟ كنقولوا وجهه نظرنا كيجي واحد كيرفض كنردوا عليه كيكون نقاش رئيس الحكومه كيسمع لنا في الاخر تيقول لك غنديروا هذا القرار صافي انتهى النقاش. تكلم الرئيس والا غادي نبقاو جالسين ما كناخذوا حتى قرار. كل واحد يجد الزاويه ديالو يجد القرار ديالو وتبقى مصالح الناس كنتظر. لذلك ما عندناش خلافات كبيره في الحكومه عندنا اختلافات في الراي وما عندناش صراعات. علاش؟ اولا لان الجميع كيقدر المكانه ديال السيد رئيس الحكومه غير كيحسم النقاش كيسمع الاطراف كلها ومن بعد كيحسم هو النقاش صافي كندوزو. واحد النهار كيحسم لي فائدتي واحد النهار كيحسم لي فائده حزب اخر الوزير اخر وغادي الامور هكا. واللي ما درنا هذه الخطره راني باقي نبقى وزير غنديرها مره اخرى. شكرا شكرا سي وهبي. غادي الاقتراح ديالي غادي نفتحوا النقاش القاعه وغادي نشوفوا يعني التفاعل ديال القاعه مع ربما مواضيع كتهم المجتمع واسئله تكون دقيقه وتكون مركزه. توصلت السيد الرئيس ب مجموعه من الاسئله من طرف بعض المحامين يعني خاصه في المسطره الجنائيه وفي المسطره المدنيه. هذه ربما نختم بها هذا المحور وننتقلوا للقاعه مباشره. السؤال يقول ما يلي بخصوص المسطره الجنائيه كيقول لك ماذا تنوي الوزاره القيام به من اجل عقلنه الاعتقال الاحتياطي. هذا السؤال الاول. خليني نجاوبك على هذا باش ندوز معك واحده واحده. درنا السوار الالكتروني درنا التعويض المالي
درنا حددنا المدد ديالها، خلصنا منها وخاصة عند قاضي التحقيق، والطعن في الأمر بالاعتقال أمام القضاء، ولكن السوار الإلكتروني هو اللي غادي يلعب دور كبير في هذا المجال، لأن حيت يكون عندك السوار الإلكتروني ما كاينش تعتقلو، راه عارف فين غادي يجي. لأن اش كيوقع دابا كيتعتقل شي مدير شركة ولا مدير مقاولة ولا مؤسسة ولا حتى تلميذ تيقرا، الضرب في الكرة عرفتي، هما بزاف كيجيو هادشي ديال الكرة، كيديو الحبس كيضيعوا له مستقبله، ما بقاش كيقرا، ما بقى كيشوف والو، هي حتى هما كيديروا المشاكل، ما تقولش لي هي حتى هما تبارك الله عليكم ما كاين غير الشياط. والمسألة الثانية هذاك اللي عنده الشركة، كانت الشركة ولا المقاولة كتنتهي، قلنا نحبسوا هذا الشيء، قلنا ودي أولا بالنسبة لهذو اللي كيقراو نديروا لهم السوار الإلكتروني يمشي يقرا بعدا، وغادي يولي داك السوار الإلكتروني كيتحدد له المسافة الدار من الدراسة، وما عندوش الحق يمشي يجي للتيران، إذا دار مشاكل ديال الشغل ما يمشيش للتيران، غنحددوا ليه ما يمشيش للتيران واحد المده سنتين ست شهور، حتى ما بقاش يرتكب هذوك الافعال. الا واحد عنده شركه كدير له الصور كيمشي بين دارو والشركه، وديك الساعات كيحافظ حتى على المؤسسه ديالو كيشتغل حتى كيحل مشاكله. هذه بعض الاشياء اللي مشينا اكثر من هكا، قلنا واحد محكوم سنتين دوز سنه، هذيك السنه الاخرى علاش غيدوزها؟ يخلصها للدوله وندخلوا شويه الفلوس للدوله. بعدا جا عندي واحد قال لي هذا بعد دوك اللي لاباس عليهم هما اللي غادي يخلصوا، والاخرين غادي يبقاو في الحبس، غير عطيت دوك الفلوس نصرفهم على هذوك اللي ما عندوكش. انا مادا بيا دابا بجوج كيجلسوا تما وبجوج مكرفصين، ف وتنصرف عليهم، كتعرف شحال كنصرف عليهم؟ ما كبل حتى 50 سنتيم. ف كاين بعض الاشياء اللي درناها وإلا عنده شي اقتراح أو تزيدوني. سؤال آخر كيهضر على أن حضور الدفاع منذ لحظة إيقاف المتهم وأساسا عند الاستماع إليه من قبل الضابط القضائي. طرحني هذا المشكل وكان نقاش حاد في هذا الموضوع ما نخفيش. في الأخر اتفقنا على الكاميرات باش نسجنوا، قلنا المحامي يقلب عليه من غيلقاه فين غيجيبوا الليل ثلاثة الصباح والجوج، واش نديروا مساعدة قضائية ما نديروا. قلنا بالنسبة للطفل ملزم حضور المحامي لا تعتقل، والمعاق ياك والمعاق. كان النقاش اللي كان هو المرأة، أنا متمسك بأن المرأة إلا تعتقل تكون معها محامي، حتى الظروف ديال المؤسسة ديال ما مواتيش باش يديرها بسرعة. قلنا غادي نديروا التصوير في المحضر، حتى يدير مع المحضر يدير التصوير ويستمع له تحت تصوير الكاميرا، إلا ادعى أنه في المحضر ضغطوا عليه باش يوقع ولا باش يسيني ولا باش كذا، غادي نجيبوا ديك الساعات الفيديو نشوفوه، ما عندنا مشكل، ما انا غنبداو بعدا نبداو نديروا شي حاجه ونشوفوا. كاين اسئله كثيره بحقيقه، ولكن هذه اسئله مضبوطه في المسطره المدنيه. تيقول صاحب السؤال: ماذا عن اشكاليه التبليغ وما تطرحه من صعوبات خاصه في العلاقه بالقواعد القانونيه المتعلقه بالبطاقه؟ حلينا بواحد الطريقه، حينما تكون الدعوه كانت مدنيه ولا كانت بناء على عقد، ذاك العنوان اللي في العقد هو اللي غنستندوا عليه، يتوصل ما يتوصل هو اللي التزم بذاك العقد بما فيه العنوان، شغلوا هذاك. انا نمشي للدار الا قالوا لي انتقل نعتبر التبليغ تم. الى في الدعوى المدنيه نبلغوا بذاك العنوان اللي عطاني الطرف الاخر، الى ما عطى ليا درنا واحد الاتفاق مع اداره الامن الوطني الله يجازيها بخير، قدمتنا تسهيلات كبيره، غادي تولي القاضي عنده لامه باش يدخل لاكارت ناسيونال ديال كل مواطن وياخذ العنوان اللي في لاكارت ناسيونال ويبلغوا في هذاك العنوان، لقاه مزيان ما لقاه هذيك مسؤوليته هو اللي مشى بلغ، وهكذا يعتبروا انا ذاك عدم التبليغ ديالو، لانه البطاقه الوطنيه بدل العنوان وما مشاش بدلو مسؤوليته، يعتبر التبليغ صحيحا وغادي نفضوا مع القضيه ديال التبليغ. السيد وزير، غادي نعطيك انا سؤال في اطار المشاركه ديال الحزب في العمل الحكومي، مرت سنه الان على المشاركه. انا وزير العدل ماشي امين عام، وزير العدل في اطار العمل الحكومي. لا 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 عفاك، انا هنا وزير العدل، درتوا لي وزير العدل. غدا تجيك امين عام وتذكر صافي، هذا بركه الله. تفضل. في هذا الشيء 73 تقريبا 73 الف مترشح لامتحان المحاماه، الان في ضوء هذه الاحتجاجات اللي كاينه، يعني ايديهم على قلوبهم حول مصير هذه المباراه، هل ستبقى قائمه
أم ستذهب مع امتحان المحاكم؟ كاينة هاد درنا ديال القضاة 50,000 جاتنا أكثر من 50,000 ودرنا الكسام ودازت في هدوء ونظام امتحان ديال المحاماة. بما أنه شوف هاد الامتحان المحاماة كان فيه نقاش، لا أنت اللي درتي لا هو، قلت له هو اللي طلبوا مني، قال لك أنا ما طلبت. على كل أنا ما ندخلش هذا النقاش مع السيد رئيس جمعية دائرة المحامين. دابا درنا الخطوة الأولى ودرناه وكاين، ودرنا في اللجنة السادة المحامون السادة النقباء درناهم يجيو وغادي نصيفطوا للمستدعى باش يحضروا في الامتحان. بغا يجيو مرحبا، ما بغاوش يجيو مرحبا. حنا امتحان المحاماة غادي نديرو، ما يمكن ليش نقول 73 ألف مواطن سمح لي راه ما تيش غندير من هذه المحاماة. أنا كنت بغيت نجلس معاهم باش نشوفوا شحال العدد اللي ناخذوا، شنا هي الإمكانيات ديال الأسئلة اللي بغاو نديرو، كيفاش غادي نديرو الصيغة، شحال العدد اللي محتاجينه. ما جلسوش معايا في هذا الموضوع، إذا غادي ندير داك الشيء اللي كنعتقدوا أنه صحيح. ما كتخافش أنه يتم إفراغ هذه المباراة من محتواها إذا فرضت هيئات المحامين كما كيتسرب الآن رسوم ديال الانتساب ولا ديال الانخراط اللي تكون باهظة تقريبا 200 مليون؟ راه كاين القضاء، راه كاين القضاء، كاين ما يسمى بالتعسف في استعمال الحق، كاين القضاء. إذا شاف القضاء بأن هناك تعسف سبب الحق من طرف هيئات المحامين راه يدخل، وراه دخل في اجتهاد قضائي سابق ديال واحد القاضي مشى وطلبوا ليه واش 20 مليون ولا 40 ما عرفتش شحال طلبوا له، وصدروا قرار وعد اليمين في الهيئة. لا 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 كاين القضاء. أنا كنتمنى أن الموضوع يتفضى بديك تصور حتى الوفاق والاتفاق. إلا هذاك شغل القضاء، أنا دوري نشرف على الامتحان تنجح الناس اللي نجحوا ومن بعد نعطيهم الشهادة الأهلية. التسجيل ديالهم شغل الهيئة ومسؤوليتها المؤسساتية والتاريخية، والقضاء يراقبها. وأي مواطن مشى للقضاء، القضاء عنده وسائل باش يفرض التسجيل ديالو. هل تحظون بدعم الحكومة في موقفكم؟ هل تحظى بدعم الحكومة في معركتكم هذه ضد المحامين، أم وهبي وزير العدل هو منفرد في هذه المعركة؟ لا أنا ما عندي معركة، هادشي غير الغزال وصافي. شنو معركة؟ غادي نفتحوا المجال للقاعة. شكون اللي كي يقترح أنه يطرح بعض الأسئلة؟ المديرين ديالي ما عندهمش الحق. لا هو إخوان تفضل يا لالا هاك اعطيها هذا شوف شي واحد اللي يساعدنا الله يجازيه بخير هاك السلام عليكم مشكورين السيد الوزير الحضور كنقدم نفسي السيده مريم من الجمعيه المهنيه المقاولات النسائيه من المغرب كنتقدم للسيد الوزير بالسؤال التالي لاحظت بأن جميع الأسئلة كانت كتنصب على هذا المشروع أو المسودة ديال الضريبة على المحامون، ولكن إذا كان هناك توضيح بأن على ما أظن تهم مهنيين آخرين كهيئة العدول كالموثقين كالمحاسبين، وبصفتي اختصاصية في المحاسبة كان هناك يعني واحد حسابات درناها أولية بغينا نعرفوا هذه النسبة المئوية للاقتطاع من المنبع واش كانت على ما نظن انها جد مهمه. اقتراح ديالنا الا كانت نزلات النسبه المئويه، افترضنا ان هذا المشروع داز غادي يدوز، النسبه المئويه تكون فيها مراجعه، لان حنا كنعرفوا بان في لي بيرسون فيزيك الحد الاقصى كنطبقوا 38% ملي كنفوتوا 180 الف درهم في الربح الخالص. الا كان لو طو ابليكابل امبورطون سوسي دي بان لي زافوكا ولا المهنيين غادي يكون عندهم تسبيق مهم. هذا اولا. الشق الثاني ملي غيكون التسبيق اكثر ما يفوق في التصريحات كيف غيكون الاسترجاع، مع العلم ديالنا اننا حنا هذه سنوات وحنا كنطالبوا استرجاع الضريبه التسبيقيه، ولكن للاسف وزاره الماليه حبست هذا المشروع، ما بقاش هناك استرجاع ما هو نسمى لي زافونس اي لي زاكونت. وكنشكركم. لا الا سمحتي طقطق على التليفون ديالي باش نسول هذا السؤال، نسولوا القجع. انا هذا الشيء معقد ديال الضريبه انا ما كنعرفلوش. لا غير انا نخليك في المحامين. لا كاينه مساطر نتفقوا عليها، كاينه مساطر نتفقوا عليها، وزاره العدل كلها تلعب دور.
لان عندنا فلوس في صناديق المحكمه، الى صدر هذا يجيب الوصل كنا نخلصوا تما، وحنا نرجعوا من اداره الضرائب وناخذوا دوك الفلوس. راه كاينه عده وسائل، ماشي مشكل حتى يجيب لك وصل من اداره الضرائب تقول لك خصنا استرجاع مبلغ كذا كذا، نلقاو له حل، اما نسبقوا على مصدق المحكمه ولا اخره. كاينه عده وسائل، ما ماشي صعيبه. ثم ان المحامين عندهم الالمام بالقانون، الا شي واحد ضرر يمشي للمحكمه الاداريه ويدير حكم ويجيبو ويجي تنفذو. وزرات حنا كنا قضينا واحد القرار العام اللي فات، جميع الاحكام اللي ضد وزاره العدل تخلص، جميع الاحكام بما فيه صندوق ديال الضمان ديال الموثقين، بما فيه بعض المبالغ التي انهبت في واحد المرحله من المراحل، قلنا انها تخلص ونثبت ان وزاره العدل كانت تكون نموذجيه في تنفيذ الاحكام، وصل مشيو فيها. لهذا ما هذه ماشي، ما عندناش مشاكل بالنسبه للشركات وبالنسبه لذاك الشيء. والله لا تعرف والو في ذاك الشيء، انا كنعرف عندي ديك الاجراءات القانونيه في المحكمه، ولكن نعرف واش نقص ولا نزيد في الضريبه ديالهم. ما عندي شركات، ما عمرني درت القطاع الخاص، انا بقيت محامي حتى يمكن حتى نموت عاد غادي تخرج منها. أولا السلام عليكم، شكرا لمؤسسة الفقية التطواني على هذا الموضوع وعلى حضورها الأستاذ المحترم وزير العدل. أستاذ المحترم، دابا كنعيشوا واحد الوقت ديال الرقمنة، وبعد المواطن باقي ما تأهلش لهذه الحالة هذه. دابا حاليا دابا حنا الأولى كنجبروا أن ولا الزحام في السيبر، يعني ان ولات حتى انا ملي كتكون غادي كتولي كتسائل اش كاين. ولو دابا لي سيبر انهم ولاو كيضطروا مرغمين على اسهم، خصهم يديروا ناس باش يمكن لهم يديروا واحد العمل، لان خاصكم قبل ما كان يكون هذا العمل هنا، وخاصه أستاذي المحترم عندكم في وزاره العدل اللي مشكورين اللي كديروا الاعلان وكتفسيرات في يعني كان يكون تهيئ المواطن، لان راه كاينه واحد كتعرفوا بان في المجال الرقمي راه كاينه اميه سائده، وخاصه راه ما كلشي ماشي كلشي عنده بورتابل اللي يمكن له يمشي بهادشي. وحاجه اخرى استاذي المحترم، انه كيكون مطالب في اي وثيقه يعني انه مطالب خاصو يمشي يخلق واحد المبلغ باش يمكن له عاد يحصل بوثيقه. عندي استاذي واحد النقطه اخرى يمكن تجبروها في الموضوع، كاين استاذي مساله ديال الترجمه، وخاصه بعض الوثائق اللي كتكون فيها مثلا لا شيء، مثلا جيش واحد كيطلب الحاله دي مثلا لا شيء، مثلا لفريد هذه بسيطه، يعني ملي كيجي باش كياخذها كيمشي لعندها وكيمشي للسيبر وكياخذ المعيد وكيمشي كيشد السيرفيس وكياخذ الورقه كيعطيوها له باللغه العربيه، كيقولوا حنا مرخص لنا الا نعطيوها باللغه العربيه. اللي كيضطر كيقول له اش تعمل، سير عند المترجم وكيمشي كيمشي عند المترجم. هو المترجم عندي، سامحني استاذي نعم. هادي عندي استاذي واحد استفسار اخر غير استاذي، واش يمكن للمواطن ملي يتجه عند هذا المحامي واش يمكن له يجبر واحد اللائحه اللي تكون مكتوبه عنده، بحال اللي كنمشيو كنجبروا عند هاد المترجمين، هذه بالترجمه ب 50 درهم، هذه 40 درهم، هذه 50 درهم، هذه غير واش القضايا، واش المواطن ملي يدخل عنده قضيه معينه يعني غادي يقولوا بانك انت غادي تكون في هاد، لان ملي كيمشي المواطن استاذي المحترم غير كيمشي ما كيجبرتيش شحال غادي يدي في ديك، لا المواطن خصو يسول المحامي، المواطن خصو يقول للمحامي شحال غادي بغيتي الاعتاب في هذا الملف، وإلا قال له بغيت قدا يقول له دير معايا عقد، والمحامي حر يا يدير مع عقد يقول له لا سير شوف محامي حر، وهذاك العقد كيولي التزام بين الطرفين. المحامي ما طلبش منه انجليزي، المحامي مطلب منه غير يدير الطامبو نتاع المكتب ويسني ويدير فيه المبلغ ويدير فيه كل شيء، وهذاك الاخر يسني لان كيولي محامي في الزام، تيولي العقد في الزام المحامي مش هذاك الطرف باش ما يكونش هذا مشكل.
وما يمكنش المحامي كيختلفوا. كاين المحامي اللي غادي يشدك 1000 درهم في واحد الملف، كاين المحامي اللي غادي يشدك 20 30 الف درهم. كل محامي شنو هي طبيعته وطبيعه كوينه وشكله الى اخره والقيمه ديال الوقت ديالو. بغيت نرجع لك للرقمنه، هو فعلا كاين مشكل ديال الرقمنه. حنا درنا واحد 3 ولا 4 ديال الاشارات، حددنا فيهم واحد مجموعه ديال الاجراءات بحال هذيك السوابق العدليه اللي خرجنا الى اخره. حنا غاديين شويه بشويه، ولكن لا بدا ما نبداو، لا بدا ما نديرو شي حاجه. حنا غاديين دابا اكبر مشروع عندنا هو ديال العدول، بغينا نديرو الرقمنه للعدول. دابا عندنا 140 نسيخ غادي يدخل الوظيفه العموميه، غادي ندخلهم الوظيفه العموميه، لان النسخه ما بقاتش الاورديناتور هو اللي كيطبع. دابا ما بقاش تيكتبوا لك عقد الزواج بديك الطريقه القديمه، دابا عقد الزواج كاين. وبغينا هذوك النسيخين يلعبوا هذا الدور لو بون بين المواطنين وبين هذا عن طريق الرقمنه. حنا كنشتغلوا على هذا الموضوع وكنحاولوا نجتهدوا، ولكن غاديين فيه. الوثيقه فيها الاداء بالنسبه للسوابق العدليه، حنا سحبنا الاداء. لان اش وقع من حيت درنا الرقمنه ودرنا كل شيء وقلنا للمواطن طلب السوابق العدليه غير بالتليفون ولا بالاورديناتور، جاو عندي الموظفين قال لك دير عندنا واحد المشكل. قال لنا شنو هو؟ قال لك راه كاين واحد القرار انه اللي بغى هذيك الوثيقه كيعدي واحد البلاغ. قلت له اخويا انا كتنازل عليها، ما بغى يدوك الفلوس، غير ما يجيش عند المواطن من وجده حتى الفاس ولا حتى للرباط باش يدي لي التسبيق ويخسر ليا واحد 1000 درهم ولا 2000 درهم ويمكن تلقى حيطه تصير في الطريق. انا سيدي متنازل عليها، وحيدنا هذاك المبلغ ولينا كنصيفطوا. فين كيخلصوا المواطنين دابا؟ من حيت كنصيفطوا ليهم عن طريق البريد المضمون، لان من حيت يطلبوا علينا تنصيفطوا حنا البريد المضمون باش تنصيفطوا لاداره البريد باغ انترنت في الاورديناتور، هما كيطبعوه وكيديروا في لونفلوب وكيصيفطوه تما كيخصو يتخلص واحد داك المصاريف البريديه فقط. هذا هو اللي عندنا. اما الباقي ما يقول لنا اسيدي انا بغيتو في المحكمه الفلانيه قريبه ليا للدار، غنخرجوه ونصيفطوا ليه للمحكمه وتمشي للمحكمه وغادي يخرجوه ديك الساعه يطبعوه ويعطيوه ليه وانتهى الموضوع. هذا العمل درناه ونجح لينا. دابا غادي في الجنسيه، لان شنو هو هذا طلب الشهاده الجنسيه؟ انا ما فهمت كاع الجنسيه شنو هي. عندي البطاقه الوطنيه راه عندي الجنسيه، تدلي بالبطاقه الوطنيه كيعطوك شهاده الجنسيه. قلنا اليوم اذا كان هكا اللي طلب الجنسيه دخلوا للبطاقه الوطنيه بلاتفورم نشوف واش عنده البطاقه الوطنيه، واش هو هذاك يعطي الجنسيه. علاش غادي يجي كاع من وجده حتى الوزاره باش تعطيه شهاده الجنسيه او يمشي لشي محكمه؟ وقلنا نسال هذا، كنحاول نحيدوا هذه المصاريف اكثر من هكا، مشينا اكثر من هكا. كتبت للسيد رئيس الحكومه بلغته، حنا الان كنتناقشوا في الحكومه في هذا الموضوع. تقول لي علاش كطلبوا لنا السوابق العدليه؟ ما طلبوهاش لهم انتوما، بغيتوا جا عندكم فلان ولا جا عندكم 100 واحد، انتوما نعطيكم المضباص دخلوا وشوفوا واش عنده سابقه ولا ما عنده سابقه. علاش غيجيبها لكم هو وانت عندك لا ما باش تدخل؟ جربناه في المحامين في السميات، جبنا المحامين ياك، المحامين حيدنا عليهم ترشيح للمحامين حيدنا. اش درنا؟ قال يقدم الترشيح شدينا سميتو والاجازه ديالو صوره البطاقه الوطنيه، حنا دخلنا كنقلبوا واش عنده سابقه ولا ما عنده سابقه. علاش غادي نقول له جيبها لي وهي عندي؟ تقول له جيبها لي كنعطي ليه فاش الشرجم ورد ليه فاش الشرجم. سافا با ودرنا هذه المساله. ودابا الشيء خصنا نوصلوا الوثيقه التي لدى الاداره لا تطالب بها اداره اخرى، نجيبها من ديك الاداره مباشره في الضوء على الملف. حنا درنا في وزاره العدل خدامين كنمشيو للترجمه، تبقى الترجمه سهله. حنا دابا السوابق العدليه عندنا بالفرنسيه، صغير يطلبها درناها صغير يطلبها، تيجي كيطلب السوابق العدليه كنعطوني بالعربيه لان ما كيقولش، ولكن لا طلب نعطوني بالفرنسيه كاينه وفي اللور ديال الوثيقه. بغينا نمشيو كثر دابا كنتناقشوا باش وقت ما طلبها شي واحد عطوني بالعربي ولا عطوني بالفرنسيه، كاع ما يعد براسو الا يطلبها بالعربي يطلبها بالفرنسيه. اجي نقول لك فين عندي المشكل ديال الترجمه. الا قلت لك غتعجب، عندي المترجمين تابعين للوزاره، المترجمين المحلفين ياك السي المدير. دابا جاو عندي مجموعه بغاو يديروا الترجمه من العربيه للامازيغيه. طرحت سؤال بسيط، هل يجوز في بلد في الدستور كيعتبر الامازيغيه لغه وطنيه ديش ترجمه؟ كنقلبوا على الصيغه القانونيه باش ما نسميوهاش ترجمه، باش نعطيو لشي واحد يترجم بعض الوثائق الامازيغيه، ولكن قلنا واش نديروا الانتقال ولا التواصل ولا لان يعني كيطلبوا لنا في المحاكم. دابا عندنا دابا المساعدات الاجتماعيه اللي ركريتينا الاخير المناطق اللي كتكتب الامازيغيه وانا ريكروتي من هذيك، لان درنا امتحانات جهويه واشترطنا عليهم لهذوك الجهات
يدوزوا امتحان في الأمازيغية، طلبنا من المعهد الأمازيغية جاو حضروا معنا ودوزوا الامتحان الأمازيغية باش تعرف الأمازيغية ولا لا، باش غدا عيننا في المحكمة وكاينة في أكادير في سوس ولا كاينة في الريف، فتما وجدت شي وحدة كتعرف مرأة كتعرف غير الأمازيغية ولا غير الريفية تلقاها وترجم ليها. جاو قالوا لك سيدي حنايا بغينا نكونوا مترجمين محلفين من العربية الأمازيغية، قلنا لهم كيفاش ديروا ليها من اللغة الرسمية؟ حنا كنناقشوا نقلبوا على شي حل، بغاو نديروها لهم مزيان نديروها لهم اش غيترجموا بها هذا شغلهم انا ما ندخلش، وغير تلقاو لها شي صيغه حنا كنقلبوا ليها. شتي شتي المشاكل اللي عندنا؟ باقي ما بقى عندهم اسئله؟ لا باقي واحد اخر طلب وراه واحد اخر باقي جنت ما بقى غادي يرجع ديك القضيه ديال الدين. كنعتذر كنضحك السلام عليكم وشكرا للسيد وزير العدل. الاسم عبدالكامل إدريسي ملياني مقاول. بغيت نسولكم عندي واحد جوج الأسئلة. السؤال الأول هو شنو الرأي ديالكم بالنسبة للناس يعني اللي كيكونوا كيدوزوا واحد يعني مدة سجنية وممكن هذيك المدة تلعب عليهم الحياة ديالهم كلها، كما قلتي يعني كنا خطائين، كيطلبوا منا مثلا في الادارات ملي كنبغيو مثلا في شي صفقه معينه كيقولوا لنا هذوك الاشخاص ضروري تجيبوا لنا يعني حسن السيره والسلوك ديالهم او لا السجل العدلي، واللحظه اللي كان يعني كيعطينا هذيك الوثيقه ديالو كنلقاو بانه دوز واحد المده سجنيه وممكن هذاك الشخص انه يكون تاب دوز هذيك المده وصافي ورجع للطريق وبغى يكمل الحياه ديالو وبغى حتى هو يشتغل، مع العلم ان العمل راه حق من حقوق الانسان، كيولي انه ما كيشتغلش بحكم انه يعني كتب عليه كما تنقولوا حنا كتب عليه مكتوب ودوز هذيك المده، والاداره ما كترحمش في هذه المساله، ما كتعرفش النيه ديالو بانه راه سي فري راه تساب، تتقول لك مادام انه دوز مده سجنيه ما عندوش الحق انه يشتغل. هذه كنلقاوها بزاف، ويعني كيكون هذاك السيد يعني عنده اسره معيل كيولي ما خدامش. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه هي بالنسبه للصفقات العموميه، ما عرفتش كما قلتي السيد وزير واش يعني تكون عندك درايه بهذه المساله او لا، ولكن بغيت منك تكوني كتدخل في الحكومه. حنا في اغلب الصفقات اللي كنشاركوا فيها حاليا نهار اللي كتكون يعني فتح الاضرفه كنكونوا حاضرين كنحضروا، والصفقات اللي كنتكلم عليهم بالضبط يعني الصفقات كتكون في النظافه وفي الحراسه كنحضروا، ونهار يعني ملي كيتم يعني فتح الاضرفه الماليه اغلبيه ديال الشركات كيجيو ثمن واحد، ولكن الاشكال فين كاين هو اننا ما كنحضروش القرعه. نهار يعني اللي كنبغيو نحضروا قرعه ما كيحضروش لينا، تيقول لك حكا ديك خيلي خرج، ما كيعطيناش يعني واش نتوما ممكن تحضروا او لا ممكنش تحضروا، وفي الاخر ما كنلقاوش يعني شنو وقع بالضبط، واش سيفري دارت هذيك القرعه او لا ما دارتش، شيء حتى تنتفاجئوا في الاخر وكنلقاو يعني اسم الفائز ديال هذيك الصفقه. هادي اسبوع جاب السيد فوزي القجاع شي مرسوم ديال الصفقات، ما تصحوا هاد الامور ولا ما صحوا، ولكن الا ما صحوهاش نعاود نديروها معاهم عندنا اشكال. راه كاين شوفوا راه كان فيه تجديدات كبيره وكتهم المقاولات الوطنيه حيت الافضليه فيها بزاف. شوف غير شوفها المساله الثانيه اللي بغيت تكلمتي عليها وهي السوابق، الموضوع تضرني في راسي انا تناقشوه. كاين قرار خديته قلت لي دخل السجن وخذ الاجازه ولا الدكتوره نحيدوا ليه ديك السابقه باش يرجع يدير حياته من جديد. جينا قلنا في القطاع الخاص نمنعوا طلب الوظيفة العمومية، قلت لهم سنقلبوا ما هي الجرائم اللي يمكن تطرح مشكل مستقبلا والجرائم تطرح مشكل، لأنه واخا تحيد السوابق اغتصاب الأطفال ما كاينش تحيد هذيك السابقة، كاينة جرائم اغتصاب النساء ما كاينش تحيد هذيك السابقة، كاين أنا كنعتبر بأن الإنسان ارتكب واحد الخطأ دخل السجن أدى الثمن، أنت على الملف نطويو هذا الملف قلبوا على الملف، هذا الموضوع غادي يكون في القانون المسطرة الجنائية، القانون الجنائي فين كنا دخلنا؟ المسطرة الجنائية أخيرا أنا نقاش فيه وتسعنا فيه باش نخليو هذيك الشهاده ما تكونش ملزمه وما يبقاش الانسان
ودرنا حتى عادة الاعتبار درنا تلقائي بالرقمنا درنا هي كدرنا من رقمنا مجموعة الشروط واحد دوز واحد المدة ما تحركات شكاية ضده ما دار مشكلة علاش غيمشي يقدم طلب ويدوز قدام الوكيل لا مسير جاب الدورة لا الورديناتور غادي يحسب ويمسح حاله ويعطي رد الاعتبار تلقائيا ما يبقاش يبقى يقلب على الموضوع المسائل درناها خصنا نوسعوها اكثر انا كنتمنى انهم بعد ما نجيبها للبرلمان البرلمانيين يعاونونا في افكار جديده باش نتوسعوا في هذا المجال لان المواطن خصو يعطي له فرصه في الحياه واخا غلط راه اللي عطى الله عطاه عاوتاني نعطيه فرصه في الحياه وينجح فيها الاخ الكريم علاش هذا قلتي لي الكريم كتعرفوا كلهم قلتي لهم الاخ الا درتي لي الكريم السلام عليكم شكرا بزاف السيد الوزير الكريم شكرا على الكرم ديالكم اللي حضرتوا معنا ونورتوا اللقاء عندي سؤالين سؤال الاول كيهم جا في الكلام ديالكم دور الوزير هو وضع شروط المحاكمة وضع شروط المحاكمة داخل المحاكم انا كنقول سيد الوزير عندكم واحد الفئة في الوزارة منهم اعوان من الجامعة ومنهم من اعوان ديال الانعاش ما كيستافدوش من التعويضات كاين لا ما عندناش الانعاش داخل المحكمه داخل المحكمه كاين انعاش لا ما عندناش انا متاكد السي الوزير شي واحد زرق لينا ما فرصنا ايوا شوفوا لنا الا كان شحال من انعاش انا تنقول للسي كاين ملحقين نسميهم ملحقين المهم الوزير ما عنده خبر يا يلا هاد الملحقين هادو ما كيستافدوش من التعويضات اللي كيستافدوا منها والامتيازات اللي كيستافدوا منها الموظفين لا ماشي من اوراج الاوراج حنا دخلناهم هاد الخطره فتحنا الباب قبل شوف هاد الموضوع غنبحث فيه ولا كان انا غادي نتصرف هذا سالينا ثانيا السؤال الثاني هو ملي تكلمتوا على العلاقات فين كاين اش محكمه ولا فين كاينين حنا في سلا في المحكمه الابتدائيه سلا نفس لا كاين في المحكمه الابتدائيه سلا كاين سلا شوف لي غدا هذا الموضوع تفضل ماشي شردو ما ملحقين ما ماشي ملحقين هادو الانعاش المهم نخليو باش ما نحوروش النقاش السؤال الثاني هو ملي تكلمتوا السيد الوزير على هذاك السيد اللي غلط مثلا ما يخليش ليا الدري في الزنقه ولا ما خفتوش انهم يكون عندكم موضوع غدا مع واحد الفكر اخر كيتكلم بواحد المنهج اخر انا فهمت ان من السؤال ديالكم من الرد ديالكم هو انه ما يكونش الاصل خطا هذا اللي فهمت انا هذا هو كاين الناس فهموها بطريقه اخرى يقول لك مثلا السيد الوزير كيدعي الناس اتمنى يا السيد الوزير كيدعي الناس للاخطاء شكرا واحد الشيبان هنا في البلاد كان هضر مع هذا الشيء السياسه رجل كبير قلت لي لا درت قال لي شوف هاد الصاب درتي هكا غادي يهضروا درتي هكا غادي يهضروا دير لي فراسك وخليهم يهضروا انا بالنسبه لي انا ما كنحرض حد يمشي يدير شي يدير ماشي يدير تحديد الناس اللي حل مشكلته هذاك شغله انا عندي حاجه اخرى عندي طفل الا ما اهتمت به غادي يولي لي مجرم غدا خصني نتحمله في السجون ونتحملوا في المصاريف هذا هو اللي كيهمني انا مسؤول على اي مواطن من حيث الحقوق ديالو في هذا المجال هذا بغض النظر على شكون يدير شكون ما دار انا ماشي كنحكم على الناس القضاء هو اللي كيحكم على الناس انا دوري الا جيت لقيت واحد الطفل كيضرب في الزنقه خصني نعرف علاش داك الطفل تيضرب في الزنقه علاش مشاش للمدرسه علاش ما كذا علاش ما كذا لانه ماشي فقط انا وزير العدل انا كذلك وزير حقوق الانسان والحق ديال الطفولة جزء لا يتجزأ من ثقافة حقوق الإنسان ومن المسؤولية ديالي في إطار ثقافة حقوق الإنسان إلا هما فسروها بشي شكل من الأشكال كيفاش واحد كاع كان ابنه جاء ابنه علاقة غير شرعية صافي هو يخلص الثمن ديال الخطأ ديال هذوك الناس اللي كتكبوا ذاك الفعل ما دنبوا الطفل الصغير ما دنبوا هو ما شنو لذلك هذوك النساء كيتذكروا المواعيد غدا السلام عليكم نعمان نيني عن موقع الحدث الافريقي سيد الوزير نسالكم على فين انت بعدا انا السيد الوزير قدامك بمر الكاميرا كتهضر زيد نعمان نيني عن موقع الحدث الافريقي سيد الوزير كما تعلم ان موقع الحدث الافريقي كان من المواقع اللي قامت بتغطيه اعلاميه الانطلاقه ديال البوابه الاداء الالكتروني حدثكم
لا الحدث الافريقي. الحدث الافريقي الموقع ديالنا كان من المواقع اللي قامت بتغطيه اعلاميه للانطلاق ديال العمليه ديال الاداء الالكتروني للغرامات. السيد الوزير لي شهرين باش انطلق هذا الموقع هذا، واش كاين اقبال على اداء الغرامات بالموقع؟ شوف الاسبوعين الاولين كنا ذاك الشهر الاول كندخلوا سابقا 143 ألف درهم الشهر، حيت تلقنا هذاك في ديك الاسبوعين، لان هما الارقام اللي عندي دابا. ديك الاسبوعين اللي تلقنا فيها هذاك دخلنا 1,470,000 درهم. المواطن راه بغاو يخلصوا، خاصك تعطيهم فرصه. دابا اش درنا؟ دابا درنا واحد القضيه، عيطت لرئيس جمعيه مجموعه البنوك، قال اخويا انا بغيت نخلص في اي بنك، عندي مخالفه بغيت نخلص في اي بنك، بغيت نمشي لهذيك اللي كنخرج فيها الفلوس. اش كتقول انتم؟ قيشي اوتوماتيك، لانه ما عندي علاقه شفتوني في سبيس موطري ديالي، ملي كيمشي يخرج القيشي اوتوماتيك نخلص المخالفه في القيشي اوتوماتيك، نخلصها في التليفون كاع. ما يبقى دابا راه كنتذكروا شنو هي الصيغه الرقميه باش تولي هكا الامور وتمشي تبقى يكون واحد نخلص في البنكه ديالي، نخلص في هذا القيشي اوتوماتيك. نعطى الله فكرنا كاع واحد الوقت ديروا هذه التامبخ، واحد دار مخالفه جاتو المخالفه يشري العدد ديال لي تامبر ويصيفطهم في لونفلوب باش نجددو لي تامبر ونصرفوهم. كثير من الاشياء فكرنا فيها، فكرنا في كثر من هكا. الان حنا كنشتغلوا عليه انا وساميه، ما جاتش ساميه مراكش مديره الانفورماتيك، راه تانتات هذيك وزاره العدل، حيت جيت لي النهار الاول كانوا فيها 8 ديال المديرين، ما فيهاش حسن الانثى كاع. دابا كاينين هنا ثلاثه المديرات ولا داكشي، داير جوج وحنا الثالثه غادي ليها. هذاك اش قلنا؟ دابا بدينا كنناقشوا القانون، ياك القانون سير ملاطي كنناقشوا قانون ديال خص البطاقه الوطنيه يكون فيها الرقم ديال الهاتف، ما يكونش باين، انت ما غاتشوفو البطاقه الوطنيه ما غاتشوفش فيها الرقم ديال التليفون ديال السيد، ولكن الا دخلتي العناصر المكونه لها كيبان. علاش؟ باش الا درت مخالفه ندير رقم البطاقه الوطنيه يمشي واحد الميساج مباشره ليه تيقول لي راه عندك مخالفه الثمن ديالها الرقم الملف ديالك. دابا الا درتي الا بغيتي تعرف المخالفات هز التليفون دخل لهذاك هنا دير رقم البطاقه الوطنيه دابا تشوف شحال المخالفات دايرينها. علاش؟ لان واحد الوقت اش كيوقع تيمشي يبغي يسافر تيقولوا لي عندك الاكراه البدني في المخالفه ما تسافرش، تيمشي للوطين تيجي يخرجوا من اللوطين. دابا كنفكروا الى واحد المواطن مشينا ضبطناه قلنا لي انت عندك مخالفه ديال الاكراه البدني في المخالفه، علاش غادي ندير الحبس وعلاش غادي ندير الوكيل الملكي؟ يمشي مع الشرطي القيش اوتوماتيك يخلص وصافي بالك في حالته. لا راه عنده المبلغ وعنده الرقم، يدخل الرقم ويخلص المبلغ يوري للشرطي هذاك راه تخلص ويمشي في حالته، وهذاك البرنامج غادي يحيد الاكراه البدني سير بلاص. راه الانفورماتيك راه نعمه من البشر، خصنا غير نعرفوا كيفاش نتعاملوا معها. شكرا. اخر سؤال الله تفضل اكرمك الله. شكرا للسيد الوزير وشكرا للساده الحضور كلهم باسمه وبصفته والهيئه التي ينتمي اليها. سؤالي السيد الوزير، الظرفيه تحكم على الحكومه التوجه نحو الرقمنه، وهذا ما يتجسد لنا جليا من خلال العمل ديال الحكومه، من خلال عمل السيده الوزيره وزيره الانتقال الرقمي واصلاح الاداره. سؤالي، ألم يحين الوقت لإعادة إخراج فكرة المدونة الرقمية التي تم إجهاضها سنة 2012 قبل 10 سنوات، وبالتالي لم شتات القوانين التي يؤطرها هذا المجال وأخص بالذكر المجال الرقمي؟ قلتم قبل قليل على النموذج 3 أنه يعني ممكن الاستخراج دياله بالعربية والفرنسية، حبذا لو تمت إضافة هذه الخاصية على مستوى يعني. اشرح لي اش كتقصد بالمدونه الرقميه؟ المدونه الرقميه هو هذه القوانين، مجموعه من القوانين التي تخص المجال الرقمي. يعني سواء في المجال في اطار المساطر في المحاكم ولا بشكل عام؟ بشكل عام بما فيها التواصل الاجتماعي وكذا. التواصل الاجتماعي غادي نخرجها في القانون الجنائي. وي باش نعاقبوا. شوف نقول لك واحد القضيه وي استاذ، انا ما كنفهمش ان مواطن يكون غادي في الزنقه حتى يصور هذيك حياته الخاصه، خصو يمشي في الزنقة وما يصور حد، خصو يمشي في الزنقة وما يهضر مع حد. المواطن خصو تكون عندو الحميمية ديالو محترمة.
تتوقع حديثة سير كيخرج الكام تيصور هذاك اللي صور فرحان بها، ولكن هذيك المرأة ولا ذاك الرجل اللي يتدرج في دمائه راه عنده ولادو كيشوفوا فيه، كتوقع شي ديك المرأة توقع شي خينا زوجية وكيصوروا المرأة نازلين بها وما عندوش ما عندهاش ولاد في المدرسة، هي غلطت ولاد مساكن كيفاش غدي في المدرسة، تقول شتنا امك في واتساب. هذا هاد القضية في دبي في الإمارات 5 سنين نافذة. نمشيو لهاد الشيء، كيجي شي واحد اخر كيبدا كيدير لك وحده وبدا يهضر 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 يقول لي بغى وكيمشي في حالته. لا سي ما تقولش اللي بغى، عندك بطاقه صحفي من المجلس الوطني للصحافه مرحبا بك، ما عندك مجلس وطني ما عندكش الحق دير الاعلام، ولا درتي الاعلام غادي نتابعك بانتحال الصفه. خاصنا نكون واضحين في هذه الامور. طيب ندوز مع المحامي غدا خصني ندوز مع الصحفيين ثاني، المهم ما ندوز هذه الوزاره انا غير مفتونه. لا خصنا نديروا قوانين نحميوا حياه الناس الحميميه. جوج الناس تيديروا شي مصيبه في شي قنطره، اش الدليل نصورهم؟ اش الدليل نمشي ليهم؟ شغلي هذاك شغل الامن ماشي شغلي انا. لهذا بغينا نوقفوا هذا العبث هذا اللي كيوقع، بغينا نوقفوا. مشينا للقانون الجنائي والان حنا كنشتغلوا عليه، كنشوفوا التجارب العالميه اش كاينه وكنشرفوا عليه. لان المواطن اللي جدر بك شكايه لانك صورتيه، انا كنتذكر كانت عندي ملف بالضرب والجرح ديال واحد، إذا قلت لك تموتوا بالضحك، ديال واحد المرأة ضربت رجلها بالمقلاة في الراس. أشنو وقع له هذا الرجل؟ كان في عرس. في ذاك العرس تلقى ماشي وحده كيهضر معاها. صوروا العروسة وبان هو من اللور. المرأة ما شافت غير هذيك عاجنتة. ضربوا هو وياها ضربته بالمقلاة الراجل السبيطار تدخلات الوساطة نقلبوا باش نبردوا. ما نعرفش بغيت تصور العروسه، صور العروسه بموافقتها وبرضاها، ما بغاتش ما بغاتش. تا غير عطينا داك التليفون قالت كتصور، صور راسك. كي قال لي هذا قال لي ربي راسك. ما يمكنش تمشي الامور بهذا الشكل هكا. راه خطير هذا الشيء اللي واقع في هذه البلاد، كل شيء ولا مسموع به. كيجي واحد كيشد تيشدها ويقول ايه راه فلان راه سرق 100 مليون. ايوا ومن بعد تهضر معاه تيقول لك انا صحفي. عندي الضمان صاحبي لا سي سجل بلاكارت ديال المجلس الوطني سالينا، ما عندكش الحق دير مؤسسه اعلاميه الا الا عندك البطاقه ديال المجلس الوطني، ما عندك الحق تجي تسجل ولا تصور الا الا عندك البطاقه ديال المجلس الوطني الصحافه باش كلشي يتضبط والمواطن يكون دايز يدير يمشي مع وحده ولا يمشي مع جوج هذاك شغلو. انا خصني نحميه ما يقرب له حد. راه هذا وذاك ديك المره في البرلمان نوض عليا الصداع، علاش تكلمتي على الخيانه الزوجيه بداك الوقت؟ مالنا عليها؟ الا ما جات المراه اشتكت لك وقالت لك الراجل اللي كيخون مع واحد من اخرى اش داك تمشي لعندهم؟ اش بينك وبينهم؟ اش بينك وبينهم؟ غير تخلق المشاكل؟ الا جاب الله دار شي مصيبه داروها وما في راس المراه وما في راس الزوج ديالها ولا شي حاجه صافي داك الشيء داز. لا لا حنا قلب عليه صوروا سير جيبوا ما عندنا شغل حنا. هذا بغينا نهدوا الامور شويه. بركه بركه خليوا الناس تعيش حريتها. واش انت كتصور معايا دابا كيمشي لا بلاج يصور الناس بالمايوات ويخرجها وي فرحان مرات الوزير الفلاني راه بالمايو وهو من الاسلاميين وانت شغلك يكون انت من اليهود اش دخلك انت في داك الشيء؟ واش من حق تمشي تصور ليه مراته بالمايو شكون انت؟ خصنا نديروا متابعات لهذا الشيء. كيفاش النساء ديالنا كيمشيو للبحر واخا كيعوموا في البحر راه كيشعروا بواحد الحميميه ديالهم، كيشعروا بواحد الاحترام ديال الذات ديالهم. شتا تمشي تصوروا؟ شتا تمشي تقلب عليه؟ شتا انا واحد في هذا درنا متابعه الساعه كلمه مصوروا مراه في حيطه السير طايحه وطلع عليها الصياد تيصورها بعريانه والمراه ميته. السفاله كلها السفاله كلها ودابا سهله غير كتصور وكتصيفطها كنعرفوا شكون يصور وشكون يصيفط. هذا الشيء خصو يتضبط. بارك الله يجزاك الله خير كثير. سمحوا لي كنهضر من قلبي لانه هذا الشيء انا ما عاجبني. كون غير كيصفقوا عليا المحامي بحالكم. صافي. السيد الوزير هذا الخميس كاين مجلس حكومة، مجلس حكومة سيعرض ولا سيعرض فيه عرض أولي حول مشروع قانون المسطرة المدنية.
هل هذا الأمر دليل على الصحة السليمة للتحالف الحكومي ودليل أيضا على أن مشاريع وزارة العدل ليست هي مشاريع وهبي لوحده؟ شوف العلاقة بين الأحزاب المكونة الأغلبية ينطبق عليه ذلك البيت الشعري اللي كاين في أضناك ما لا يقدر واش يفسده. سليم كنشتغلوا لا انا ولا السيد رئيس الحكومه ولا السي نزار بركه بشكل جيد كنشتغلوا كنتناقشوا كان بالخطط كنضربوا ولكن بواحد الاريحيه كبيره. الحق يتقال نزار بركه ولا السيد رئيس الحكومه كيتعاملوا معنا باحترام وكيتعاملوا معنا حنا باحترام ومترفعين. ما كنتصارعوا لاسباب انتخابيه حتى على مستوى الايديولوجي. حنا قراب ايديولوجيا حزب الاستقلال بعيد شويه ولكن قريب منا على مستوى الممارسه وعلى مستوى الاداره. هادشي كينطبق على رؤساء الفرق كيشتغلوا بواحد الانسجام كبير والفرق البرلمانيه كيشتغلوا بواحد الانسجام كبير وما عندنا مشكل. ونقول لك واحد القضيه، انا شخصيا ما عندي رغبه نتصالح مع شي واحد في الحكومه لان هذه مصالح الناس وهذه قضايا الناس. واش نبقاو كنضربوا ونخليوا مصالح وقضايا الناس؟ انا ما جاتش. وثانيا في اخر المطاف كون وزير كون امين عام كون مصيبه كبيره اخر المطاف انت راي مجرد راي يحتمل الصواب كما يحتمل الخطا. اذا ما كاين لاش تدخل في الصراع. كتعبر على وجهه النظر كتدافع عليها بحماس كتحاول تقنعهم اذا ارتا الناس خلاف ذلك فخذ العصا وتوكل ما تبقاش كتقلب على شي حاجه اخرى. في هذا السياق اللي كتحدثوا عليه ديال التضامن الحكومي نفهم علاش انت لابسه السبرديله. السياق اللي كتحدثوا عليه سيد الوزير ديال التضامن الحكومي وفي السياق ديال الارتفاع المستمر للاسعار، هل انتم راضون على الاجراءات المتخذه من طرف الحكومه لمواجهه هذا الارتفاع في الاسعار؟ وبخصوص صندوق المقاصه كان هناك حديث في الطرح ديال مشروع قانون الماليه على انه سيتم الغاء هذا الصندوق هذا بحلول نهايه سنه 2023. هو بالتاكيد كان قرار مؤجل منذ سنوات وحكومات متعاقبه ما قدرتش انها تلغي. طلعنا من 16 ل 32 مليار دابا طلعنا من 16 ل 32 مليار درهم. هو قرار هو فالظروف غتلغي تماما. هذا السؤال اللي كنت باغي نسول لكم السيد الوزير، واش السياق حاليا يسمح باننا لا يستحيل تلغى القرار هذا؟ اولا يستحيل تلغى. ما نحن راضين على ارتفاع الاسعار بقدر ما ترتفع الاسعار بقدر ما كنخرجوا ميزانيات من الدوله وبقدر مجموعه على المشاريع كنأخروها. احنا متعلمين جدا عندك صغار، احنا متعلمين جدا. كنفيقوا في الصباح كاين اشياء انا كاع ما كنتش كنعرفها وليت كنعرفها. كنفيق في الصباح كنسول المدام قال لها حتى وصلت دابا مطيشال وصلت البطاطا كنشوف فين وصلت الاسعار، لان هناك ضغط علينا ضغط في البترول. هانت دابا هذه القضيه ديال القمح اللي دار اللي دابزين عليها دابا بوتين وهذاك الاخر سميت هذاك زيلينسكي ولا سميت هذاك العجب كاع هادو دابزوا على القمح. هذه غادي تضربوا في 300% منين نجيبوا حنا هذاك الشيء؟ وحنا كنقولوا القمح وكناكلوا القمح وما عندنا قدره على زرعه لان ما عندناش الماء، الشيء كنديروا قليل وحنا غنشريوه ثاني وغنشريوه بهذا الثمن غالي. لو كان عندنا غير القدره ديال التخزين كبيره غادي نشريو تما رخص نشريو ونخبيو ما عندناش وغادي نخلصوا عند فينه كبيره. شوف راه اكبر مصيبه كنتلاقاوها كل صباح هو القضيه ديال الزياده في الاسعار. غير كيزيد انا غير كيقولوا زادوا في البترول ولا طاحت العمله وكنبدا نحسب شحال غادي نزيدوا. وهذه المساله عندنا حرب معها في الصحة شتي شحال 62 مليار درهم هذاك الشيء اللي زاد 28 مليار زيد في التعليم تنحاولوا نتقاتلوا مع هذه الأمور هذه. وهذا الشيء الصحة والتعليم في الحكومة كان عليهم إجماع لا خصنا نسوي قضية. ولكن طرحنا قضية أخرى في الغاز كادير البوطاغاز دابا نعطيو بوطاغاز فابور نعطيو بوطاغاز فابور منذ الحساب هذا الشيء كله كيطرح مشاكل. ولكن نحن نتألم كثيرا لأن الزيادات. شكرا. فين انت بعدا؟ هكاك يلا راه ما كنشوفش انا من بعد زيد مازال باقي هادشي شويه عندنا مازال ما كاينش حاجه مهمه مازال ما كاينش حاجه ماشي حاجه في طنجه اعتقد ولا في العريش حاجه مزيان. انا نتيجو الغاز غادي يولي وزير العدل غادي يجيكم بشكل اخر. اذا السيد الوزير غادي نبداو غادي نختموا من حيث بدانا. هلا خويا درت لك يعني كان نعاود نذكر بالموضوع الاول اللي تناولناه ديال موضوع المحاماه يعني وهذا الحوار وهذا الاحتقال الجري. واش انت كتشوف افق ان المشكل يتحل
وترجع المياه الى طبيعتها. طبعا غادي تحل. وشنو هي المجهودات اللي يمكن تقوم بها اضافيه في حل هذا المشكل؟ شوف انا والمحامين لابد ان نتعايش مع النحل. هما محامون سيظلون محامين وانا وزير سيظل محامي الى ان الا يقيلني جلالة الملك لعند السلطه. اذا لابد من نوصل واحد النهار لواحد الحل ونتذكروا نتكلموا. كاين دابا شويه التشنج، كاين شويه القلق، غادي نتجاوزوا هادشي وغادي نجلسوا. والمحامين فيهم واحد الميزه صطرفه. كاين غير عند المحامين في البشريه كلها. كندبزوا في المرافعات كنخرجوا كنمشيو نشربوا قهوه. ما كنحقدوش. دابا هذا غير خلاف. غدا غادي يدوز هذا الشيء وغيتلاقاو مع المحامين وغادي يسلموا عليا وغادي يقول لك هذاك المره درتيه وغادي نعاتبوا بعضياتنا وغادي ندوز الامور لان هذه اخلاقيتنا وهذا تكويننا راه طبيعي جدا. لذلك انا متفائل ماشي متشائم. واخا قالوا ارحل سارحل الى بيوتهم ما نرحلش بلاصه اخرى. شكرا. اذا شكرا السيد وزير وشكرا الاخت مريم وشكرا الاخ ابو المعالي. شكرا للضيوف الكرام وان شاء الله الى حلقه قادمه وباستضافه الاستاذ وهبي في مواضيع اخرى متنوعه. شكرا لكم.